مشاهدي اوريزون تي في، مرحبا بكم معنا في هذه الحصه الاستثنائيه من تاكتيك. كتجيكم في هذه ليله القدر اللي تتمنوها تكون ليله مغفره عند جميع الاخوان اللي كيتبعونا وجميع المغاربه داخل وخارج ارض الوطن. موضوع الساعه لا داعي لاننا نبقاو نفصلوا فيه هو ما وقع وما رافق لقاء نهايه عصبه الابطال الافريقي. اسمحوا لي كنتشرف بحضور الاستاذ والصحفي والاعلامي مصطفى طلال اللي كتعرفوه كصحفي كبير وله تاريخ كبير داخل الصحافه الرياضيه المغربيه بالقناه الثانيه. انا سي مصطفى. اهلا وسهلا، مرحبا بالجمهور الكريم. سي مصطفى، يمكن انت كنتي شاهد على واحد المرحلتين، هي مرحله مدي 20 وهذا اللي غريب، انا جاني غريب، مدي 20 سنه يمكن نفس الممارسات بدرجه متطوره اكبر، ولكن صعب نقولوا بان نفس النهايه اللي مشيت تلعب مع نفس الفريق تلقى نفس الممارسات نفس القضيه نفس الامور مع اختلاف الموقعه واختلاف الفريق المنافس اللي هو فريق من الرجاء الوداد. تفضل سي مصطفى. يعني كان لي شرف باش حضرت في جوج ديال النهايات ديال عصبه الابطال مع جوج ديال الفرق من مدينه الدار البيضاء، الرجاء الرياضي ونادي الترجي التونسي، الوداد الرياضي. كان لك شرف والله طول العمر. الله يطول لك العمر. الله يبارك فيك، اللهم امين. قلت انني كان لي شرف، يعني داك الشيء اللي عشناه هذه 20 عام مع فريق الترجي، انطلاقا من ربما راه روبورتاج كيتعاود في اليوتيوب وفي الصفحات يعني اللي ديال مواقع التواصل الاجتماعي، نفس ما عشناه هذه 20 سنه عشناه بطريقه متطوره، عشناه مع الرجاء هذه 20 سنه عشناه بطريقه متطوره مع فريق الوداد. ولكن هي نفس العقليه. نفس العقليه، نفس يعني الاسلوب، نفس الوسائل من اجل الوصول الى غايه معينه وهي احباط يعني نفسيه الخصم، هي النيل من قدرات الخصم، هي يعني تكتيك مرسوم باش يديو عصبه الابطال. مع الرجاء يعني كان الله يسر وراو ضربه الجزاء اللي كان متفق عليها وبين في بنود العقد اللي كان كيربط بين الترجي وكان الاربيط كان بلدي، يعني ما عرفش يعني ما عرفش جد عماه الله سبحانه وتعالى. اكزاكتومون الطريقه باش دخل اعطى بيلانتي وطرد واحد 10 دقائق في الديبار، بغى يصولدي في الديبار يسالي مع ربي كان كبير والرجاء يعني شاد لي تصدى لضربه الجزاء ومشات المباراه لضربه الجزاء وانتصرت الرجاء بالامس. يعني كان داك الشيء اقوى بطريقه متطوره اكثر من اللازم. يعني كاين المناوشات منذ يعني حطينا رجلينا في الديار التونسيه، كنا بعاد في الحمامات ما كانش كيبان داك الشيء حنا كصحفيين وفي الصحفي. ما كان حيت انا اتصلت باخوان صحفيين كيقول لي ودي الامور هادئه ما كاينش مشكل، كاين بعض المناوشات عند الجمهور يعني بالنسبه للصحفيين وفريق الوداد البيضاوي كان يعني الامن ديال تونس كان كيسكورتي الفريق الوداد والوفد الصحفي اللي كان اكثر من 30 صحفي ورقم قياسي. تحيه للزملاء الصحفيين اللي تحملوا مشاق السفر الى تونس واداوا المهمه ديالهم ووقفوا بجانب فريق الوداد الرياضي، لان الصراع اللي عشناه داخل الملعب عاشوا الجمهور قبل في سوسه. يعني كان داك الشيء ممنهج، حاولوا انهم الجمهور ما يمشيش للتيران، كانوا متفقين مع اربعه ديال الكيران باش يهزوا الجمهور ديال فريق الوداد من سوسه لتونس العاصمه الرادس، ورفضوا من بعد رفضوا يعني بطريقه غريبه، لان في يعني قبل بيوم كان اتفاق مع هذه الحافلات، النهار المقابله كيقولوا لهم لا ما بقاش اتفاق لان عندنا مسائل اللي جات جديده وهذه غريب. كاين اتفاق هذا الشيء من الجمهور تنقل الصحفيين، لان الصحفيين مشينا غادي يوليو هما الاداه الشاهده على ما سيقع تماما. مشينا في الحافلات ديالنا حتى الملعب، بالوصول للملعب بدات المناوشات. نعم. بدات يعني كي كنقولوا واحد الطريقه غريبه في التعامل، بغاو يدخلونا مع الجمهور، حنا رفضنا، قلنا نتحملوا مسؤوليتكم. هذا هو الصحفي كيتكون من منابر اعلاميه اكثر من 30 منبر اعلامي. نعم. مغربي جاء بطريقه حضاريه بطريقه احترافيه لتغطيه نهائي كاس عصبه الابطال الافريقيه. هذا ماشي تنظيم ديال النهائي باش نحط صحفيين وسط الجمهور ونقول لهم دبروا يوسكم دخلوا ولا ما تدخلوش. هذا ماشي يعني تنظيم يليق بنهائي كاس عصبه الابطال الافريقيه وب وفد صحفي محترف وفد صحفي محترم. نعم. مشيتي تغطيات العالميه، مشيتي الناس، ما يمكنش الناس كتجي في مسابقه كبيره وبهذه الطريقه يكون عندهم الجرأه يديروا هذا الشيء. واش كتصور بانه زعما امور اللي غريبه، انت غطيتي حضرتي الاحداث، حضرتي كؤوس عالميه، حضرتي مباريات اوروبيه، حضرتي العاب اوروبيه، حضرتي رياضات اخرى،
كاش الناس كتخمم بالطريقه هذه؟ 35 عام سي محمد امين، 35 عام ديال الممارسه الصحفيه. انا مارست الصحف، الصحافه الرياضيه منذ يعني واحد السن مبكر، لانك كنت كنقرا في معهد العالي للصحافه ومن طون خدام مع مجموعه من الجرائد. من بعد التقت الدوزيام، دابا 29 عام او 30 عام بالقناه الثانيه دوزيام. يعني تدخلي سيلونسيو هذه البركه الصغيره. يعني يعني كان كان البركه الصغيره، ولكن شويه المفعول ديالها كبير. تفضل سي مصطفى. قلت ان التجربه ديال 35 عام ولا مره شاهدت هادشي اللي كيوقع في تونس. يعني واش حنا غادي المباراه في كره القدم اللي كينظمها اتحاد افريقي بالقيمه ديالو، بالسمعه ديالو، بالمكانه ديالو؟ وانا ما نكذبش عليك، تخيلت بحال حنا كاينين البارح في شي تورنوا ديال رمضان. ما يمكنش داكشي اللي وقع. وقف الماتش ساعتين ولا واحد رئيس ديال الكاف ولا واحد قدر يتخذ قرار. من المفروض من قواعد اللعبه انه يبقاو الفراقي والحكام وواحد من الكاف، لاكاف يجي. اللي داخلين التيران ما عرفناهم شكون هما، كل ولادي الترجي اكثر من 1000 واحد. ما هذاك التونسي بوشمو ما عندوش حق يدخل، ما عندوش حق. وهادشي كله تغاضى عليه الاتحاد الافريقي. هنا راه كاين يعني مخالفات كبيره دار نادي الترجي. كيف ان اكثر من 1000 واحد داخل الملعب ويلاه 11 واحد ديال الوداد مع الطاقم التقني وسط هذوك 1000؟ كاين اللي كيستفز، كاين اللي كيعير، كاين اللي كيسب، كاين اللي اين هو الاتحاد الافريقي؟ نعم. اين التنظيم اللي خصو يسهر عليه الاتحاد الافريقي؟ يلاه الاتحاد الافريقي قد على حاجه واحده، انه يطبق القانون اللي اعتبره هو القانون ديالو ويهزم فريق الوداد، ينهي المقابله في سابقه خطيره لم تشهدها هنا تقانونيا او يشهدها تاريخ الاتحاد. تقانونيا ما داروش قانون، هنا كون داروا قانون كاين 20 دقيقه ولا 20 دقيقه ثانيه وانتهت. وقف مشينا حتى لساعتين وثلاث سوايع. الناس مش وصلت لساعه، دخل الماتش في الغد ليه؟ ما بقاتش هذا قانون. لعبنا لو 30 ولينا في لو 1. وكتعيط على عميد الوداد وكتقول يعطينا الموقف ديالك للصارم. عميد الوداد تيقول لك انا ما غنلعبش، قلت لي الفار. تمام. يو على حسب لا وانا ما يمكنش سعيد الناصري يكون هضر كيهضر كلام فضفاض، ما يمكنش يقول شي كلام هو يدخل مع الجامعه. كودي لا ندير لكم الفار ولكن اللقطه عندنا ما بقاتش. واش هذا معقول؟ كاين شي حاجه زدت اللقطه ما بقاتش؟ شوف انا اللي جاني غريب هو ان الاتحاد الافريقي وقف مكتوف الايدي امام الممارسات اللي تمارست في النهائي. انا قلت ان راه ماشي غير الصحفيين، راه حنا الكاميرامان ديالنا ديال دوزام راه تلقى واحد الضربه بجسم غريب للوجه هو كيصور. وي راه الجمهور المغربي تلقى يعني ضربات وتلقى لعابه الوداد مثلا. اللعابه هادشي اللي بغيت نقول لك، اللعابه ديال الوداد كانوا كيسخنوا قبل الماتش، جايين داخلين من الملعب الفيسيار، يعني شتا ديال القنينات اللي جات عليهم. ما نقولش لك واحد العدد كبير ديال القنينات اللي جا فوق الراس ديال لاعبي الوداد. اين هو الاتحاد الافريقي؟ اين هي حمايه اللاعبين ديال الوداد؟ فقط غض طرف ومشات. ورغم ذلك قبل فريق الوداد بالامر الواقع وجرى المقابله، وسط المقابله تقول لي انا الفار ما كاينش. اذا ماشي الفار، الفار هو ما كانش البارح وراه تنهار الاهلي ما كانش. يعني الروايات تتضارب. انا نقول لك سي الروايات تتضارب. اولا كما قلتي نهار الاهلي، يعني الناس عندهم افعال مسبقه. مسبقه هذا هو ثاني نهائي كيحيدوا الفار. ثانيا المعلق الفرنسي اللي كينشروا واحد الاخوه اش قال؟ قال لهم افون دو زور، يعني قبل ساعتين الفار لم يكن، يعني قالوا له دير في شي عطب مع ساعتين من بعد ولا لا راه الماتيريال ما جاش. يعني دي فيرسيون اللي هما، وهذا كله لان عارفين خصهم ينهوا المقابله ويلصقوها في الكاف، لان الكاف هو مسؤول على لافار. الكاف هو هذا الشيء حنا كنا عارفينه غادي يوقع، لان ما وقع لك بلقاء الذهاب في المغرب ما يمكنش توقع بان السيناريو يكون زويون في لقاء العوده، وهذا امر محسوم فيه. انا اللي شديت فيه وعلاش لحيت بان يكون معي سي مصطفى طال اليوم هو انت كاعلامي، بعض المرات راه كدوز امور بصدفه. واش جاتك صدفه من 20 عام رجعتي لقيتي واقع اللي هو افظع؟ واش جاتك زعما عاديه بان من الناس تطورات؟ راه رواندا تبارك الله شو دوله فين وصلت؟ الناس في جنوب انا مشيت لمصر كما قلتي العام اللي كانت الوداد دات تشامبيونز في لالي، واخا دخلونا قالوا لنا دخلوا دبروسك مع الجمهور ولكن لم يؤذينا احد. تهزينا في الشمارك الوداد وسط الجمهور المصري كان معنا من الصعاب واحترمونا وهبطنا وخرجنا بسلام معهم. ماشي ما جاتناش ولو قفاله ديال الستيلو، اسمح لي هذه الكلمه والتعبير، ما جانا هذا في مصر ليقال تي عاشت ثوره، وثوره مصر كانت اكبر من ثوره ديال تونس وعاشت ثورات متتاليه، ولم يتم استعمال هذه الاساليب.
هاد الاساليب هي لاصقه بدوله واحده، الاتحاد الافريقي ما عرفهاش. هذا هو السؤال اللي عندي، ما مفهومش شويه سي لا غير ما هو غريب في الامر اننا بعد يعني مرور 20 سنه على واحد الممارسات، على واحد الطقوس اللي كيحاول من خلالها ترجي ربما نجم الساحل والفرق الاخرى اقل ضررا من الترجي، لكن ترجي بنفس الممارسات بنفس الطريقه يحاول الظفر بالكاس. واش من بعد 20 سنه كنعيشوا يعني تطور خطير في هذه المساله؟ رجعونا 20 سنه للوراء ماشي 20 سنه للامام. فعشناه مع الرجاء وكنعيشوا اخطر من ذلك مع الوداد. انا يعني استغرب كيف ان وفد ودادي يضم حوالي 50 او 60 فرد من صحفيين ومن طاقم تقني ومن لاعبين قبل على انه يدخل لواحد المعركه اللي ما محميش فيها. ما حاميش الاتحاد الافريقي. غريبه هذه، ما بقاتش مقابله ولات معركه. كي جيتي الاتحاد الافريقي هما تيقولوا وكتدير المعركه دي من حيث حياته، تيقولوا ودي راه افريقيا جنوب الصحراء الى الدول اكثر انتم اقل، يعني انتم خصكم كتقولوا انكم بامكان خصكم تكونوا لا كلاس اكثر منا، خصكم تكونوا المستوى ديالكم اعلى. لا كلاس للاسف بانه انت مشيتي افريقيا جنوب الصحراء ما وقعتلكش حاجه. لا ما كاينش. مشيتي كؤوس افريقيا يعني ما خلينا البوركينا فاسو في كاس العالم او نهائيات كاس افريقيا الشبان، نهائيات كأس العالم في ماليزيا الشبان، نهائيات 98 ديال فرنسا كأس العالم، كأس إفريقيا في غانا ونيجيريا، في الكابون، في جنوب إفريقيا، ما كاينش هادشي. نعم. كنت كتب كاروا في الجراجة ذات كوتون سبور مع كوتون سبور، الفرق بين كاروا وسوسا فرق شاسع، وكاميرون وهذا والرجل لعبت في رمضان. يعني أنا أستغرب كما قلت وأطرح سؤال على الاتحاد الإفريقي. أين هو الاتحاد الإفريقي من هذا كله؟ يلا قدر يدير قرار واحد في هذا الشيء كله. هو ينهي المقابلة. وينهي المقابلة ويمنح الكأس. وما أشيع بأنه رئيس الدولة تونس وليد دخل قال له رئيس الحكومة قال له راه إلا مشيتي تام سحبتي المقابلة ودرتي غينوض. واش حنا ولينا دابا كنلعبوا بقرارات ديال رئاسة حكومة إلا كانت بصح ما عرفتش. نعم. ديال رئاسة حكومة أو هذا ولينا كنلعبوا بها. يمكن ان الامور تسير. نعم. في واحد الاتجاه الاتحاد الافريقي يقرر. نعم غنشوفوا شنو غيقرر. سي مصطفى انت معايا ومعايا واحد من الافراد العائله ذاك اللي هو مسير داخل الوداد الرياضي اللي هو مسؤول على التواصل والامين مال فريق الوداد الرياضي. السي خالد غيعطينا مباشره معنا السي محمد طلال عضو مكتب مسير فريق الوداد. اهلا سي طلال. اهلا سي امين وتحيه لخويا مصطفى طلال. سي محمد يمكن كنا بقينا مصدومين من هذه الصوره ان بعد ما وقع في لقاء داب قلنا بان سيكون هناك ضغط والناس ما يمكنش تستعمل اساليب ماشي هي هذيك في لقاء العوده. سي امين اولا ما تفوتنيش الفرصه نشكر الجماهير الوداديه. نعم. اللي ما كانتش عارفه الوقت ديال لاريفي ديال الطياره ديالنا. ومن 4 الصباح هما في المطار حتى وصلنا في التعاون. كنشكرهم، كنشكر كذلك الجماهير ديال الوينرز وديال الوداد بشكل عام اللي مشاو كيتسناو وصلوا البارح مع الوحدة العشية واكسبخي ما صيفطوش لهم ترونسبور خلوهم في المطار حتى الساعة العشية بهدف انهم ينالوا من النفسية ديال الفريق لانه عرفوا بان الفريق ما يقدرش يسمح في اللاعبين في الجمهور ديالو. بالعودة لهذا المسألة السؤال ديالك انا غنبقى دائما طول حياتي غنتذكر واحد الكلمه اللي قال لي هذاك السيد اللي جالس هذاك السيد مصطفى طلال الاخ لوكوزان الخالق انه في وقت من الاوقات كنا في لالوج وحس بواحد الخطر. هذاك السيد اللي ما خلى معاه من ديبلاصه لا مع ليزيكيب ناسيونال ولا مع الفرق المغربيه واقيلا كلها كيمثل القناه الثانيه اللي كانت رائده على المستوى الرياضي وما زالت وكتبقى انه قال لي في وقت من الاوقات قال لي هذا الشيء لانه شاف هذوك الصواريخ اللي كيضربونا في لالونج. نعم. شاف هذوك القراعي وذوك لي كانيت وذاك الشيء اللي كيضربونا به وذاك ولا حمايه ديال الشرطه لان البوليس كان انا كنقول لك كنتحمل مسؤوليتي كان حتى هو معاهم مع هذوك الناس وكان كيمهد لهم وكيسهل لهم وكيخلينا واحد اللقمه سائغه امامهم بانهم يديروا فينا اللي بغاو وحفظ الله انهم ما كانتش نتيجه ايجابيه للوداد والا كان ممكن انهم بكل سهوله يتحموا لي لونج ويقتلونا بكل سهوله ويقول لك انفلات امني انفلات امني كلمه سهله احنا ما سوقناش فيهم يكون سهل. احنا باش نبقى معك واضح اخويا امين دائما كنت كان انا شخصيا وجميع المغاربه واقيلا كنا دائما كن اونيتيليز هذوك لي مو ديال
ديال الظرافه وديال كذا ويهمنا الاشقاء التونسيين. اسيدي يا خويا ما كيتعاملوش معنا خويا بنفس الطريقه خويا امين علي نقولها لك ما كيتعاملوش معنا بنفس الطريقه ما كيبادلوناش نفس الاحترام ما كيبادلوناش نفس التحيه. حنا جاو عندنا وكنت شاهد عيان مع مدير الامن العمومي ديال هنا وكنتحمل مره اخرى المسؤوليه في الرباط وكنا شفنا انهم حتى من الشرطه ديالنا في الرباط شيلوا عليهم لا بلي في ميجان ولا بهذاك الشيء اللي كانوا كيهزوا ولا بالقرائي وكنت واقف مع السيد مدير الامن العمومي وخلوش ما يمكنش ديروا شي تصرف انهم تحاولوا على الاقل تحميوا القوات ديالكم اللي كيشيلوا عليهم. قال لي لا ما يمكنش هذا المغرب يجب حمايه الطيف وحمايه الجزائر. هذا بعيدا عن ما وقع الى ان نشوف السؤال ديالك الثاني سي امين. لا مهم الكلام اللي قلتي ولكن راه دابا الكاف كما قال السي مصطفى قبيله ما خصوش يبقى جهاز متفرج. علاش؟ لانه راه هاد الناس غيعاودوا يجيو ودابا الا السي مصطفى تيهضر بلغه العقل والسي محمد طلال تيهضر بلغه العقل والسي سعيد النصيري والسي فوزي القجع راه جماهير اخرى كتعرف غير عاطفه يقولك سيدي كما تدين تدان والعين بالعين. اما هذوك تعدوا علينا خصنا للاسف راه هذا واقع يعني غتولي صعيب غتولي حبستيهم بحال درتي الضبل عليك درتي الضبل عليك وعلي اللي غيولي خطر استسمح السي محمد طلال اللي غيكون خطر هو ملي غيجي الترجي المره الجايه اش غيوقع؟ حيت غادي يجي ولا بد غادي يجي ولا بد غادي يجي ولا بد غادي يجي الترجي ولا بد ولا بد ولكن هذا الشيء اللي وقع البارح وهذه الكراهيه اللي كمسؤولين والصحفي اللي كانوا معنا اش داروا لهم؟ ما داروا ولا الجمهور هاد الكراهيه منين جايه؟ راه ماشي جيات من الفراغ راه اون سومان توت اون سومان باش لان خاصك تكون الذاكره الطيبوبه ديالنا حنا المغاربه الذاكره شويه قصيره. راه داكشي اللي داز هاد السيمانه كلها على الموقع الرسمي ديالهم وعلى الصفحه الرسميه واترافيغ بلاد بزاف ديال لي سيبور ديال لاتينيزي للاسف انا لا اعمم كاين تونسيين مزيانين كيما كاين صالح وكاين صالح ولكن راه داكشي تأجيج الغضب وشحن الناس على الوداديين كان خطير للغايه. حنا نسينا دابا شنو وقع توت لا سومين خلي البلاغات والبلاغات المضاده والكلام اللي كان ملي كيجي الموقع رسمي كيقول الجماهير ديالنا تم الاعتداء عليها اش كنوجد؟ كنوجد واحد اخر اللي باغي ينتقم ماشي نورمال. اذا يجب بعيدا عن الفار وما جاوره الكاف خصها تحمل مسؤوليتها وترجع لهذا الشيء وتشوف وتعاقب الناس. راه الناس كانوا معنا في لارينيو تكنيك وكيبان لك شراره الغضب في عينه هذاك السيد المسؤول واللي المفروض فيه انه يكون كيمثل المسؤوليه وكيمثل كذا كتشوف شراره الغضب كيهضر معنا بحال شي واحد ديتي لي شي حاجه نجيب الوغ كو حنا خرجنا مبلومين من الله عباد الله. راه ما يمكنش هذا الشيء كيفاش مشى هذا الشيء بهذه الطريقه هذه. انا كنت واحد من الناس اللي مشيت للكونغو وقفينا مازيمبي في قلب لوبومباشي وكنتي معنا وقيلا سي امين ومشينا للاهلي وجبنا معاهم واحد لواحد من مصر ومشيت لجنوب افريقيا وقسينا سان داونز وقسينا في مصر سامحني في قلب الثوره كانوا ناس معنا في قمه الادب وانا حضرت والله قمه الادب وانتم انتم ضامنتوا معنا انت وانا عاقل مزيان انت والسي مجيد البرماكي ومشيتوا معنا حتى لبلاصه الصحفيين وكنتوا معنا انا عاقل على انا ما بغيتوش تخليو وجلسنا مع الجمهور وتهزينا نيت ماركات الوداد الهدف وما كان حتى مشكل ما كان حتى مشكل ادب واحترام ما كانش هذا الشيء ما فهمتش هذا الشيء انا ما عرفتش ما نقولش انا اللي تنجي كامل لان كاين ناس كاين بزاف دابا كيعبروا في صفحات النادي الافريقي ولا ليطوال ولا الصفاقسي ولكن هادو بالضبط ترجي تونسي ما عرفتش اشنو وقع لهم واش كلشي الامور كتمشي بهذه الطريقه ما يمكنش. راه ما بغيتي تربح الكاس راه ربحوا سيدي 90 دقيقه كثيرا ماشي تربحوا انت بالمسائل اللي الى نجحت ترجي اليوم راه نجحت انها اعادت الكاف لسنوات الظلام فاش كنا كنسمعوا النتيجه غير الو سي شريبي النتيجه والتوقيت هذاك الشيء هو اللي ردونا ليه هذا ما كناش نعرف واش واقع ولكن دابا ولاو كاميرات ولا تقنيه حديثه بما فيها الفار اللي بغيتي تكلموا عليه. نعم سي ما عندك شي اضافه سي مصطفى قبل السؤال الثاني سمع السي محمد طلال تفضل سي مصطفى. غير انا كنتمنى لان كان يعني الوفد الصحفي ديال فريق الوداد من تقنيين مسيرين من لاعبين كان في المستوى ولم يعني يصدر منه اي شيء يستفز الاخوه التونسيين. انا كنتمنى ان فريق الوداد وكنقولها السي طلال من هذا المنبر هذا ان فريق الوداد ما يوقفش مكتوف الايدي يدافع عن حدود الوداد وعن حدود وعن سمعه الكره المغربيه يعني بكل وسائل لدى الاتحاد الافريقي الاتحاد الدولي والى طلب الامر اللجوء للمحكمه الرياضيه الدوليه الطاس.
بالفعل سي مصطفى اليوم راه واقيلا تابعته معنا سي سيغ تابعته ماشي واقيلا الجمل او الاجتماع اللي هو الجمع الملكي لكرة القدم برئاسة السيد فوجي القجع اللي كان وجه ليه وكان وجه ليه باسم المسير لنادي الوداد التحية والاحترام والتقدير نظرا للتفاعل السريع لأنه البارح لا مازال تما وجاونا لي ميساج ديال انه انتم جميع اعضاء مكتب المسير ومكتب مدير نادي الوداد مدعو لعقد اجتماع طارئ في الجامعه الملكيه ومشينا اليوم المقر الجامعه للرباط ثلاثه كنا تما كانوا صحفيين وكان المكتب المدير للجامعه الملكيه في القدم وكانت الوداد وجلسنا وداولنا بشان هذه النقاط كنشكر سي فوزي جا قال لي اول ما خد الكلمه عبر عن التذمر ديالو وقال بالكلمه بانه امام واحد ما عقلتش على لو تيرم مصطلح ديال المصطلح انه امام واحد الشر كبير واحد شي امور اخطبوط ديال الفساد اللي مستشري في الجامعه الملكيه وما يمكنش هو جا غير هذه 3 سنين ولا 4 سنين والناس اللي معاه اللي مغاربه انهم متخيلوا كيف ما فهمونا بزاف في المنابر الاعلاميه للاسف الشديد عربيه غنقول ما نقولش مصريه ولا تونسيه عربيه وهمونا ان المغاربه ولاو كيتحكموا في الكاف البارح بان المغاربه ما كيتحكموا في حتى شي حاجه ما كيتحكموا لا في كاف ولا والو كاينه امور اللي تحت المائده وتحت الطاوله اللي هو عبر على واحد من الناس اللي قال بانه غياخذ ملف الوداد بواحد ان سيريو اللي ما عمره كان وغادي ياخذ بوغ لو كارت ان شاء الله وغيدافع الى جانب المكتب المسير لنادي الوداد واعطانا بعض التوصيات بعض النقاط انه نواجهوا هذه المسائل هذه بالعلم عقلت على الكلمه اننا نواجهوها بالعلم كيف صافي ديال العلم انه نشوفوا ماذا يعطينا القانون في هذه المساله هذه الوداد لم ينسحب في يوم من الايام ولم يكن فارقا غير كاين واحد القضيه اللي تبتي سي طلال اسمح لي قاطعتك اعتذر نعم كاين واحد القضيه ملغومه دارت لاكاف ماشي في بلاغ في مقال باش الناس تفرقها يعني سمعتي خويا كيهضروا بلاغ نو داروا مقال رصدوا فيه معطيات المقابله رصدوا فيه حيت عندهم صحفيين ديالهم ديال لو سيت في المقال داروا فيه لو غوفو يعني بحال هما عندهم معطيات رفض الاستمرار وبالتالي قسم اعلن واش هادو هما المعطيات واش قسم اللي اعلن ولا الكاف انا ساجيب قبل سي محمد طلال معطيتش شي المقال ما شتيش لا كيف الوداد يرفض كيف الوداد يرفض وانت كاتحاد افريقي ما نصفتيهمش كيفاش غيرفض خرج بقرار ونصف الوداد وديك الساعه كان فيسيو المقال عزاهم زعما عندهم معطيات المعطيات فيها كذا الوداد رفض وقسم الوداد ينتظر قرار الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي لا قدر يعطي قرار ديال انهاء المقابله وما قالوا قسمه عطاو قسمه جاه الامر قسمه ما غاديش يقدر جاه الامر نقربك السي امين الا سمحتوا لي الوداد ماركه في حدود الدقيقه 60 نعم حدود الدقيقه 60 طالب بانه ما ارفض لنا الحكم الهدف طالب اللاعبين طالبوا بانه يرجع لتقنيه الفار من حقهم نعم الى لاحظتي وحيت هاد الكرونولوجي ديال الاحداث خصك تكون حداك الماتش وترجع دقيقه بدقيقه باش تفهم وباش تعرف وانا ما كنشككش في الذكاء ديال سي امين ولا سي مصطفى طلال انه الى رجعتي وكتشوف حاله بحاله انه دار يدو على البلوتوث ديالو سافودير كوا سافودير كيتسنوا للفار دوك الناس اللي في لاصال الفار اشنو كيقولوا ويقول لك صافي لعب الكره دار فيتو صافي لعب الكره زعما راه مسرحيه ولكن اشنو داروا حنا اللاعبين ديالنا حنا كانوا اذكياء قالوا لا سير شوف ورينا سيدي الفار تخرج على الفار الوقت اللي غيقولوا له رجع للفار غادي يمشي وغادي يرجع عندهم غيقول لهم لا راه ما خدامش ديك الساعه غيهبط السيد الرئيس وغيخرج دخلوا الناس هما الناس ديال الستاف تكنيك ديالنا غيطلبوه لا سيدي كيفاش ما خدامش مزيان انا غنسولك انت كنتي في الاجتماع التقني اللي واش ذكرتوا على الفار في الاجتماع لا ديزينياسيون شوف لا ديزينياسيون ديال لارينيو تكنيك تكلمنا لانه هذا الشيء ما كيحتاج انه عاوتاني يذكروا به في لارينيو تكنيك الثانيه ديال مصر لان ملي كيدار الفار الماتش الي
خصو يدار الفار التساوي وشكون اللي خدا الكلمه باقي نعقل صلاري تكنيك وانا كنت حاضر خدا الكلمه لوفيسي دو سيكوريتي ديال لاكاف خدا الكلمه وفاش تكلم تكلم باسهاب كبير تاخذ تقريبا واحد 20 مينوت كيتكلم على انه الاكراه اللي عند لاكاف وفاش كتخمم لاكاف بزاف غير في الجانب الامني لانه كيقال لنا ان هادو فرق معروفه هذه فرق اللي ماشي يلاه يلاه غتلعب في الكاس ليك عندها حنا قال لك التخوف ديالنا هو الجانب سيكوريتي الله يخليكم ما تعترضوش على الحكم بزاف هضروا مع اللاعبين ديالكم كونوا في المستوى انه نساو الماتش الي هذا سي ماتش هذا عرس كروي نساو كذا راه الفار كاين وياخذ كلمه سي انور ديال الكاتب العام ديالنا مشكور قال له شوف قال له راه حنا معاك هاد الامر هذا وحنا الوداد كان دائما يمتثل لقرارات الحكام وكذا ما جايش باش نديرو باش نجي نلعب باش نلعبو الكره ولكن بحال علمو الله انور الزين قال له ولكن راه باغفوا راه الا اينيغور دارت او نيفو ديال الفار ولا او نيفو ديال سوء تقدير ولا سوء قرار ديال الحكام راه ممكن دابا بالتقنيات ديال الريزو سوسيو ان الناس كيبداو يبارطاجيو وممكن هذاك الجمهور الثاني يدير فوضى لانه كيعرف انه تحرم من شي حاجه ما كانتش ما عطاش ليه دونك الفار كان مطروح بقوه في لارينو تكنيك وقالوا لكم واش خاسر قالوا لكم واش خاسر او ما وصلش ماتيريال لا لا جامي بلاك هذا كلام تداولته وسائل الاعلام اللي متعاطفه مع الترجي التونسي لا اساس لها من الصحه وقال كلام اخر العميد ديالهم قال لك بانه جا عندنا الاربيط وسط الماتش وقال لنا انا وعرفت نصير بلونغلي بانه راه الفار خاسر الله يخليك نكملوا الماتش لا ما كاينش هادشي ما كيديرش بل قيل بان المدربين بجوج راه في راسهم وهادشي كاين لا 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 خويا هادشي ما كيديرش بالهضره سي امين وانت خير العارفين كيدير دي بي في هادشي ما كاينش الفار كان خدام كان ما خدامش راه انتوما الوداد في لالي غير باش تدخلوا الجمهور ديالهم درتو معاهم بي في قلت لهم هاكي غندخلوا الجمهور قلتو بي في اكزاكتومون انا اكزاكتومون دابا هما واحد اللحظه ملي كان الرئيس ديالنا لتحت وكانوا الناس كيحتجوا انه يرجعوا لنا الفار ديالنا قلت له الفار من حقي اشنو قالوا له عرفتي اشنو كاين دابا ها انت لعب ها هو الفار خدام دابا ولكن قال لهم عطيوني رجعوا اللقطه اللقطه قالوا لا لا ما يمكنش هذيك مشات ما مسجلاش كيفاش ما مسجلاش ودابا غير داك الدي في دي ديال 300 درهم كيسجل لك ديال العام اللي فات كتقول لي انت ما مسجلش سميتو ما مسجلاش اللقطه على قدها ديال الهدف دونك هذا الشيء كان مفتعل وكان فيه تدليس وكان فيه تزوير الحقائق والوداد يتشبثوا بحقه دابا كتبنا لاكاف وغنتبعوا التوصيات ديال لا ديال السيد رئيس الوداد ولا السيد رئيس الجامعه مشكور المسؤول المكتب المديري ديالو كنتبعوا التوصيات وبدات اجتماعات مع السي طارق نجم الكاتب العام وبدينا وديزينيو ميم لي زافوكا اللي غيدافعوا غنمشيو لاكاس لا فيفا ومن بعد طاس او كوا با الوداد يتشبثوا بحقه كنطالبوا باننا يعطونا ربح المباراه ماشي كنطالبوا باعاده المباراه ربحوا الماتش ديالنا بما ان ان كومبوزون بارمي لي كومبوزون ديال لا شارت ديال الشامبيونز ليغ اللي هو الفار واخا هو روبو راه حكم خامس ما كاينش بحال لومبيلونس ما جبتيهاش نهار الماتش اذا كتسمى خاسر 2-0 قيل بانه ما قيل لحمد حمد والاربيتر قالوا له خصك تنهي المقابله وتعطي الكوب للترجي باش ما ينوضش الصداع في التيران وما ينوضش جهات عليا وباش الوداد ما تاثرش واش هادشي سمعتوا به ولا عاي كلام يطلق دابا هادشي شوف هادشي كيتداول ولكن حنا اللي ما حنا مسؤولين وخصنا نقولوا مسائل مسؤوله حنا ما فراسناش هادشي اللي في راسنا دابا حنايا كندافعوا على ان الوداد يعتبر فائزا بجوج لصفر بما انه دار 1-1 في الرباط 2-0 يسحبوا الكاس من نادي الترجي الرياضي ويعطيوه لنادي الوداد الذي يستحقوه واللي الجمهور اكد بانه يستحقوه لان جات 2000 ديال البنادم ديال البشر محترمين في المطار وكيستقبلوا بطل افريقيا عصب الابطال وكما كيقولوا الاخوه المصريين الشهداء راه بجلاجل على مستوى اورو نيوز وجميع قنوات اللي هناك معلقين على الدين اللي قالوا بان عمرهم ما غيبقاو يعلقوا على شي مباراه افريقيه لان هذه فيها سبونسورينغ اللي تضرر البارح فيها بزاف الامور فيها الناس اللي في العالم كله كانوا باغيين يتفرجوا في دوزيام بيتون ما بين جوج احسن ناديين في افريقيا فاذا به كتنتهي البطوله الوداد لم ينسحب انسحاب ماذا يعني انسحاب؟ هو انك كيعطيك الاربيتر 15 مينوت 15 بلس 15 ومن بعد كيصفر
من بعد كيصفر حنا بقينا حتى ل 1:15 الليل. راه السي مصطفى طال الله بقى حتى الوقيله حتى لجوج فوق في لاج 1:15 الليل وحنا باقيين في البرد على رقعه الملعب اللاعبين ديالنا. حتى جا هذا مشكل اخر انه جاء امر من الكاف من عند المسؤولين. اذا قصينا حنا شخصيه الحكم لان الحكم هو قاضي لا الحكم هو اللي عنده الحق انه ينهي ولا يخلي. راه السي الحكم لا هو جاء امر جاء امر ويحيد جاكيت لو الجاكيت اللي كان لابس. جاء امر بانه يعتبر يصفر بان الترجي فائزا ان كان على المستوى الامني اكراه للامن ولا كذا شغلهم هذا. حنا في بلد الامن والامان ما عمرو داز هذا الشيء في المغرب. هذه سابقه والوداد مازال كيتشبت بحقه بانه فائز وغنمشيو الى ابعد حد اتولي نيفو وفي كل المنصات لان الوداد دائما كيحترم المؤسسات وغنمشيو معهم المؤسسات. نعم غير انا اتساءل الحكام لو يعني بغى ينهي المقابله بالشخصيه ديالو هو يحترم القانون 15 في 15 او 20 في 20 ويصفر النهايه. الحكم انتظر ساعتين وثلاثه السوايع حتى جاء الامر من الاتحاد الافريقي طبق بنود الامر ديال الاتحاد الافريقي وانهى المباراه. انا اتساءل كذلك هل هذا يشرف الكره الافريقيه ملي كنوليو في نهائي كيشوفوا العالم كله وكنبداو نكذبوا لا الفار خاسر لا تسنى راه مصوب لا ما نوريكمش اللقطه واش هذا نهائي ديال المعطيات. علاش باش ما نمشوش خاويين؟ اولا هذه لجنه الطوارئ نشوفوا واش غتعطي وعلى ضوء قرارها ما نمشوش خاويين لان ملي غتمشي دابا لا فيفا والطاس تيهضروا معك بمواثيق قانونيه ما تيهضروش معك معاه. كاين اولا واش كنا على علم مسبق بان الفار ما كاينش خصنا نتبعوا هذه واحد جوج جوج علاش ما خدمش؟ ما سي طالك عندك شي ملاحظه في هذا الشيء؟ ثالثا لان راه غيكون تسجيل ديال الباقي ما يقول الحكم راه كاين تسجيل يقدر يطلبوا الوداد غيكون تسجيل بان الحكم قال اللاعبين راه الفار خدم شويه لا رجع له تسنوا الفار يخدم. يعني هذه معطيات خصنا نجمعوها باش الناس تعرف علاش الوداد قالوا لهم دير اللعبه تكون فوالا هذا باش ما نلقاوش حيت الى هاد الناس هادو السي طالب مع احترامي للجميع الوداد دابا كيشوفوا فينا حنا خصنا نكون كونستركتيف حنا مع الوداد وغنشوفوها فين غتوصل. دير الجامعه دخلت على الخط وفوزي القجع خدا مساله ذاتيه ديال الجامعه يعني طلبه هو يكون هو المترافع للوداد الرياضي. انما الوداد خصها تثبت بان راه كاين نيه سيئه في استعمال الفار فقط من غير انها تلعب كذا وكذا. كاين واحد النقطة سي أمين إذا سمحتي ليا. نعم. كاين الكرامة ديال البلاد لأن مست كرامة البلاد عن طريق الوداد. ماشي كان كاين الغلو في الكلام ديالي ولكن كان أعي ما أقول. كاينة كرامة البلاد لأن إلا تقاست الوداد اليوم بهذه الطريقة إذا تسنى بأن المنتخب الوطني في لاكوب وبقات الجامعة مثلا مكشوفة الأيدي تسنى أي ظلم كيف ما بغى يكون ونتقبلوه. دونك لذلك تدخل بقوة سي القجع. باش نرجع للفار هناك من قائل لان كاين كلام بان لاعب ديال الترجي التونسي دخل عند لاعب ديالنا في الفيستيار لكن تصريح ديال اللاعب ولكن كان تصريح قليل الادب لا كيسلم على البنزرتي وكيقول لي بان هذيك لاباغاي ديال الفار بقات اوندي دوالمون ما كملوش دي دوالمون خلاوها محجوزه في المطار ما دخلاتش اصلا. كاين هناك كلام اخر ديال ان اون اتستاسيون ديال الشركه المكلفه بالفار اللي تقول بان الفار كان خدام 100% وبان شي حد مشى ديكلونشا هذاك الكابل هذا ماشي اللاعب اللي هو شي حد ديكلونشا وهذا هنا كنقول هذا راه نهائي الامور اللي ما يمكنش انا دافع ولكن الوداد عندها من الاجهزه وعندها من الطاقات ان كل حاجه غيكون ان رابور ديتايي واللي غيتعطى لا فيدراسيون ولا فيدراسيون غاديروا مع الملف اللي غيمشي لي دوز افوكا اللي ديزينياتهم وان شاء الله ما يكون غير خير. انا كنطمئن الجمهور الودادي بانه كنقول له بان القرار اللي خدينا باننا نوقفوا البارح ماشي نسحبوا نطلبوا انه نشوفوا الفار ديالنا كحق من الحقوق من حق الوداد يعتبر واحد من اللي كونفوزو اللي ولا لا ولا تقدروا ترجعوا حتى التسجيل ديال الحوار الاربيتر لان قلتي دار يدو كيتشاور ما عرفوش شنو مع من كيهضر لان في بدايه المقابله السي طلال لم يقدم قاعه الفار لم تقدم كما هو معمول به معمول به دوليا لم تقدم دونك هو مع من كيدوي
واش كان كيدوي مع راسو ولا كان كيدوي مع شي واحد ولا مع كاتريام اربيتر ولا هذا، كون على يقين باش يعرف الحوار اذا زعما اللعابه فيه هنا واش كان كيقول لهم صبروا غيتصايب الفار. كون على يقين انها مسرحيه، انها مسرحيه داخل فيها الحكام، لان هو داخل فيها جهات يعني في الاتحاد الافريقي، لان الفار ما موجودش. الحكام باش يوهم الوداد والجمهور اللي كيتابع اللقاء حاول على انه يدير ديك الطريقه، رانا كنسمع الناس ديال الفار ويطمئنهم باش يكملوا المباراه، ولكن اللاعبين وال الطاقم ديال فريق الوداد الاداري والتقني كان اذكى وطالب بالصوره ليس بالصوت، صوره، لان الصوره هو ما يثبت ان الفار موجود. نعم نعم. وفي الاخر ما يمكنش يكون البوكس، البوكس ديال الفار هذاك الديكور ما يمكنش، ما كاينش، راه ما كاينش، ما يمكنش يدخل ديكور هذاك ونضحكوا على الناس نحطوه ديكور. تابعتوا الصوري ومن هذا المنبر كنشكر السي اللاعب ديالنا اللي لعب ستوبور ماهيري، ماهيري لاعب ماهيري هو اللي فتن العمليه ودوره باش يوريه لاحمد احمد اللي كان جالس الفوق في المنصه. اليوم احمد احمد وكل من معاه في المكتب التنفيذي للكونفدراليه هما امام موعد مع التاريخ باش يدافعوا على المصداقيه والشرعيه نهار 3 لوكاب، لانه فعلا الكره الافريقيه في واحد المحك كبير، في واحد الميزان كبير، اما ان تبين للناس كاملين ماشي ممكن كاس، ممكن ما نديوش هذا العام حنا عصبه الابطال ونديو العام الجاي، ولا ما نديوش عاوتاني على 20 سنه ماشي مشكل، ولا الترجي حتى هي يغيب على 43 ولا ديه دابا الترجي ونكتبوا حنا في الموقع الرسمي ديال هاني. عرفتيني ما تخدش قرارات في هذا الشيء هذا سي غيولي كلشي يستبعد القضيه. تصور تخيل معايا انه نهار ثلاث يجتمعوا ويكون داك الشيء حتى هو صوري بحال الفار ويقولوا ما دار اللي كذا وتم تدارس كذا فانه لا مجال لهذه، لا مجال احتجاج الخطر خطر يقصوا بيصدروا عقوبات. هذا هو اللي بغيت نقول الخطر السي محمد، السي محمد الخطر هو انهم يديروا عقوبات الوداد، هذا هو الخطر اللي خصو الوداد في الطليع. شوف الا زادوا بالعقوبات وقالوا بان الاحتجاج ديال الوداد ما كانش محله وقالوا بانه الفار كذا والفار كان خدام غيولي حتى ناقود، وملي كان خدام علاش ما رجعتيش ليها السي الحكم؟ وملي كان خدام هما داروا امبرسيون توت لا سومين على كاساما. بغيت نقول لكم القضيه اللي ما تكلموش عليها المنابر الاعلاميه، والسي القجع مشكور قالها قبيله في الاجتماع واثارت الانتباه ديالنا جميعا، شحال من حكم اللي اومولوجي عند لاكاف اللي يلعبوا يلعبوا النهايات بحال هكا. لافار اللي كيديروا لافار اللي كيديروا لافار الله يحفظك. اربعه كاين اربعه كاين اربعه سي كازوي تيسيما وسكاساما كاين غريشا 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 الجهاد غريشا اللي لعبنا لالي موقوف. هذوك الجوج اللي بقاو واحد لعب لالي ديال الاهلي ديال الزمالك والبركان والاخر لعب الرسول، شكون اللي بقى؟ نعم بقى كاساما. باش نبين لك بان التوانسه ترجي عارفين هذا الشيء وتوت لا سومان بقاو كيقولوا لماذا كاساما؟ شكون بغيتي كان الضغط كان الضغط. نعم لا شكون اللي بغيتي نعين لك؟ لان الاخر بوقو هذوك لعبوا الكاف شكون اللي بغيتي يلعب معايا كاساما؟ ما يمكنش يلعب لالي وروتور. نعم وكاساما وكاساما عطيونا مره واحده حاله واحده كان متعاطف لا مع المنتخب الوطني ولا مع الوداد ولا مع اي فريق. لا هذا غنبعدوا سي طلال الا هضرنا هكا غنبعدوا على الموضوع. انا ما يبغي يقول شي حاجه يقولها. انا مثلا تندوي حنا دابا اليوم حنا ولاد اليوم اولا سي مصطفى حنا تهضروا على معطيات وحيتيات ديال المقابله. طيب واش انتم غتخولوا امركم غير للجامعه يعني هي اللي غتكتب او الوداد عنده ترتيبات لا بالنسبه للتعليم؟ لا كولابوراسيون مع الجامعه وكولابوراسيون لان الامر يهم الوداد وخص الوداد تمشي اللي هي الجامعه الملكيه. شوف عندنا المحامين اللي ديزينيو من طرف الجامعه ومن طرف الوداد، وعندنا الناس اللي عندنا هنا في الوداد مكتب الشؤون القانونيه حتى هو كاين، كاين السيد الكاتب العام وكاين اجتماعات دابا راه الدار الاول اليوم مع السي ناجم والناس اللي معاه، وغادي نمشيو اول بشويه بشويه قبل لو 3 خصنا نكونوا مسيفتين الرسائل والمراسلات اولا للكاف للفيفا نعلموها اشنو وقع في هذه الافلام كلها، وثالث محطه هي الطاس والكاف راه كيعرفوا هذا الشيء وكيعرفوا بان الوداد والجامعه الملكيه باغا يهبطوا شي يديهم، راه امبوسيبل يهبطوا يديهم، حنا ممكن نخسروا ونخرجوا خاسرين من الماتش ونمشي ونتقبلوا وناخذوا لا ميداي الثانيه ونقولوا فوالا راه ديجا وصلنا للفينال دون 3 زون عام دينا في الشامبيونز ليغ والعام الثالث وصلنا للفينال راه ما سي با ميشون، ولكن باش نهبطوا يدينا بالطريقه ويعفطوا علينا الترجي يسحبوا راسهم راه باقي داك الشيء ديال اللي كان 99 وقبل من ذلك
راه ما بقاش هذاك الشيء عهد، هذاك الشيء مضى ولا، لانه ولات واحد التقنيه الفار اللي فرحنا لها جميعا، والا هذوك دوك الملايير ديال الدولارات اللي تخسروا عليها بحال تلاحت في البحر. اذا حنا قلت لك الكاف امام محك ديال المصداقيه والشرعيه، اما ان تكون واما يمشيو في حالهم كاملين ونحيدوا الكره حنا كاع، ما بقاوش ماشي غير يحكموا علينا، بلا ما يحكموا حنا ما بقاوش نلعبوا، نوليو نلعبوا البطوله وكاس العرش. انا غير واحد تدخل سي محمد طلال، التواجد ديالنا بتونس منذ يعني الحلول ديالنا بتونس، يعني اشعر ان ما كاينش حمايه، ان الوداد امام 50,000 ولا 60,000 متفرج، خلي الناس اللي في الشارع واللي تعداو على المشجعين الوداديين واللي كانوا مره كيلوحوا الهضره ماشي مشكل. احنا طاقم اللي كيتكون من 60 واحد، واش كتشوف هادشي عادي ان الاتحاد الافريقي ما حماش هاد الطاقم هذا، خلى الحمايه الامن التونسي؟ حنا كصحفيين راه شفنا كيفاش الاعتداءات كانت علينا، شفنا كيفاش اننا ما بركناش في المنصه ديال الصحفيين، داونا لواحد المنصه وسط الجمهور التونسي واللي كان ساهل عليه على انه يشير علينا بالخنينات وبالحجاره وباجسام غريبه. واش كتشوف ان هادشي يعني عادي بالنسبه للاتحاد الافريقي؟ نجي انا وبلغه القوان ديكاس ما نخدعش لغه الروح الرياضيه. سي مصطفى طلال بالتجربه ديالي المتواضعه في لي بلاسمون ديال الوداد بلاسريك، جرات العاده انه واحد من لاقاف دائما كيزورنا في مقر الاقامه وكيسول كيدير الامور كيغادا واش مزيان، واش جابوكم بلا سكورت؟ ما كانش بلا سكورت. انا حضرت ما جاش عندنا وكنت حاضر معنا انت، ما جا حتى شي واحد، علاش؟ الله اعلم. وحنا دائما راك عرفتي الوداد اللي بغاو يمشيو، راه كنتي معنا سي مصطفى مشكور انهم مشاو وداو معاهم لي زاجون سيكيورتي من المغرب، داو معاهم لي كويزيني من المغرب، المواد الغذائيه، المسائل بحال الماتش ديال الاهلي، باش نوفروا جميع الظروف المواتيه باش ما يكونش شي حاجه عنصر مفاجاه، على الاقل تبعدوا باقرب اكثر النسبه. ولكن حنا درنا اللي علينا وتسنينا في الحقيقه هذاك الاختيار ديال اننا نكونوا في الحمامات، ولو لطول المسافه ما بين الحمامات ونمشيو نترينيو فرانس كانت شويه مرهقه، ولكن زعما فريمون ثقوا بيا كان اختيار صائب. كيستمعونا كان اختيار صائب، الناس اللي كيستمعونا دابا فريمون ولحظه من اللحظات السي مصطفى طلال نعاود نقولها انه حسينا بخطر كبير يتهددنا. سي اناجم لتحت من هبط، خليتكم السي مصطفى فوق وهبط للتينا لتحت، وناجم غيضربوا واحد البوليسي بالترفيقه حتى غادي يدور، راه كاين دي فيديو دابا في يوتيوب وضريره خدينا الصور ديالو. وناجم هذاك هذاك الضعيف البنية، هذاك المؤدب والجنوب اللي ما كتسمعش، ما عمري انا الصوت ديالو قليل اللي كنسمعو، ما عندوش كلمه العيب، هذا الكرسي باغي يدافع على نفسه، وهذاك البوليسي كيتلدد بانه ضربه وكيهرب. بقيت كنطالب بهذاك، جا عندنا الرئيس ديال الفريق وعملت الاول واحد هذاك لو جونتي بريزيدون كذا، وحنا راه مغاربه وحنا كذا وحنا كذا، سرعان ما رجع للاصل ديالو. ملي قلت له اسمح لي ما حميتوناش والبوليس ديالكم كيضربونا، فين هي الحمايه اللي داروا لكم المغاربه اللي معروفه عليهم؟ فين هي كذا؟ غيتسوه واحد الكلمه ما نقدرش نقولها دابا لانه رجع للاصل ديالو. هو باغي بروفوكاسيون، راه على ما انا ما حضرتش سعيد النصيري بروفوكا، انا سعيد مصري البريزيدون ديالنا على ارضيه الملعب، ولكن فطليها كان حكيم، قالوا الله يخليك انا جات غير لا بارول مسيو البريزيدون لا كاف، ما كنتكلمش معك الله يخليك بكل ادب واحترام، وخلاها عنده. لا غير غريب السي طلال، غير بين قوسين انا ما حضرتش العمليه، ولكن سمعت في الطائره ان رئيس نادي الترجي التونسي تعدى على الركراكي هذاك ضربوا شارجي ماتريال اللي مسكين بقى كيشوف فيه وكيضرب. واش هاد الشيء هذه يقدر شارج ماتريال كيدوي كيتكلم وانت رئيس دار نوال والناس اللي حاضرين كيقول لك ما وصلوش لنفترض شارجي ماتريال تيقول لهم انتم كديروا وكتفعلوا هذاك وسلخوا ضربوا لنفترض انا مشيت معك ابعد لنفترض واش انت رئيس فريق عندك واحد البريستيج غتضرب مع الناس كتمشيو سي امين قبل ما ننسى ملي كنا في لاروج داري جات فيه واحد الكانيت في رجليه تماما راه صورناها ودوزناها راه صورها السي مصطفى وصورها الصحفيين اللي كانوا معنا واحد الوقت احتاجينا اننا نديرو بي في بحال ملي كيوقع لك شي حاجه انك كتمشي عند اقرب بوست دو بوليس كدير شكايه ديالك حتى شي هبطت لتحت انا للتينال وطالبت مسؤولين رفيعين المستوى ما عرفتش انا لي كراد ديالهم ولكن بحال قلت مراقب عام ولا كذا
باسكو فوالا ان جوور بارمي لي جوور اللي تاعو لا لوجي تفرجوا راه تضرب في رجليه الله يخليك بغينا نديروا ان بي في واحد الشكايه ضد مجهول على الاقل نوثقوها وتا هي نصيفطوا لاكاف يا الله يخليك احنا خاوه وحنا هذيك الهضره خليها عندك انا من حقي انني ندير شكايه خاوه ما بينتيش عليها اش من خاوه اخويا اش من خاوه ما كاين حتى شي حاجه ولا تمس للروح الرياضيه بصله وحنا متدمرين جدا بمواقع اون جينيراليز ما كنعموش كانت توانسه اللي مزيانين كانت ولكن لا بلوبار جمهور الترجي التونسي والمسؤولين ديالو اللاعب ماشي اللاعبين باردون المسؤولين ديال الترجي التونسي والجمهور ديالو كانوا كل انواع العنف والتلكيل بالبعثه الرسميه للوداد وبجمهور الوداد وكنقول اللهم ان هذا مكر ما نكونش انا اليوم ندير بحالهم ونقول النهار غيجي وغنديروا لانه احنا ماشي من ماشي اخلاقنا ماشي من الاخلاق ديالنا ولكن كنتمنى من الله تعالى انه يجي ويكون الجمهور ديالنا تحكم في عقله ويكون حكيم كعادته غير بين قوسين والا غتشوف والا غتشوف شي مسائل اللي ما غاديش حيت صعيب دابا تقول الناس بردوا اعصاب صعيبه تقلع الناس هذا اللي تخوفنا منه ان غادي يجي الترجي واحد النهار ويواجه الوداد اما في كاس العربيه او في الاتحاد الافريقي او في عصبه الابطال غيواجه الوداد كيف غيكون رد الجماهير الوداديه هنا اللي خصنا نقراوها ناخذوها من الصعوبه ديالها كي كيقول المثل الفرنسي ماشي من السهوله ديالها غير واحد الاشاره اللي بغيت نقولها سي طلال التحيه جمهور الوداد اللي حضر المطار وهذا يعني ماشي غريب على جمهور الوداد ولكن تحية كذلك الجماهير اللي تحملت عناء السفر ورفقات فريق الوداد لتونس وقفنا على المعاناة ديالها وقفنا على الضرر ديالها وقفنا على ما تعرضت له من إهانة من سب وشتم هذا الجمهور اللي مشى مع الوداد لتونس يعني أنا شخصيا كصحفي كنحييه وكنوجه ليه التحية يعني أنا شفت أن أنواع العذاب تعرض لي هذا الجمهور هذا ورغم ذلك ظل صامد وشجع الوداد بطرق حضاريه سي امين وما ننساش حتى السلك الدبلوماسي ديالنا اللي القائم بالاعمال والكونسيل جينيرال اللي ما غادروش ما قرب يعطيك الوداد وكانوا قراب لينا وفي اخر نهار ان مني احنا مشينا ريزيرفينا ديفيس بور الجمهور سيرتو الوينرز الناس اللي جاوا الوداد غادي يجوا اللي غايجوا في النهار لا شارتر ويمشيو في لو ميم جو هادوك وجدنا لهم وخدينا عطينا اون افونس العرب عطينا المذكره انه يتلقى لهم في المطار فاذا به نهار رسمي شوف الصباح ديال البارح كيطفي التليفون وكيصيفط ان ميساج ديزولي دونك جاتو تعليمات من شي بلاصه كيلكو با انه عطاو تعليمات كونسول العام السي بن عيسى والقائم بالاعمال انه بقاو اون كونتاك معنا وبقاو على اعلى مستوى مع وزير الداخليه التونسي ومع الجهات العليا انهم بقاو كيلعبوا لنا على الاعصاب الاخرين التوانسه ما عرفتش شكون انهم لا ما يمكنش وكذا وراه كاين خطوره يمكن ما يتفرجوش في الماتش ويمكن كذا حتى السبعه د العشيه عاد غيصيفطوهم لي بيس بيبليك ديال بحال هذا الطوبيسات ديالنا ديال هنا انهم صيفطوهم ليهم ولدرجه ان واحد الوقت كنا اون كونتاكت حنا مع اون تيليفون بار تيليفون مع الناس ديال الجماهير ديالنا انهم فقدوا الامل كيقول لك وصل الماتش مع 10 وهذه السبعه حنا باقيين في المطار ديجا خصك اينوغ باش تجي من المطار لتما كنقول لهم شكرا لكم كنضم صوتي لصوت السي مصطفى حتى هو باش نقول لهم شكرا لكم على العناء ديالكم وسمحوا لنا بزاف لان داك الشيء كان فوق الطاقه ديالنا وكنقول للتوانسة اننا ما عمرنا غنتعاملوا بهذا بما تعاملتم به مع جمهور الوداد ومع نادي الوداد لان المغاربه واخا نبغي نديرها انا واخا يكون دابا واحد الغضب كيمتلكني ويكون حاقد شويه ولكن ملي غيجي وقت الاستضافه ما غنتعاملوش هذيك المعامله لان هذا بلد الامن والامان المملكه المغربيه الشريفه اللي غتبقى دائما هكذا طيب شنو كتوقع كوداديين ولكن في نفس الوقت ما غاديش نحطوا يدينا غندافعوا على حقنا نهار ثلاث علاش كتسنى من هاد الطوارئ ديال الكاف كنتسنى تحكم لينا وتقول سحب الكاس من الترجي التونسي واعطائه للوداد كبطل شرعي لهذه الدوره لهذه الدوره هذه ديال 2019 او الا قالوا مثلا الماتش انا ما عرفتش غير اللي وقع العكس شنو هو حيت انا المقال غتقول لي المقال كاتبو صحفي ما كاتبوش اولا كاتبو راه ما يعجبنيش لان دار في سيت لو كتعرف غدار في سيت لاكاف يعني سي فيسيو حتى اليوم يمكن المقال ما عجبنيش المقال ما عجبنيش
المقال اللي دار ما عجبنيش. لا كيقولوا إلي ديكلاري ليسبيرونس إي ديكلاري كوم فانكور. ديكلاري. ديكلاري ماشي هي فانكور. المقال فيه واحد المعطيات بحال تخدع وكان وهذا وسوف ماركا كرتي وهذا هو اللي دار الصداع والبلبلة اللي لعب. وفينا هو الفار وفينا هو الفار في هذا المقال كما هضروا عليه. تماما. دونك هما للأسف لا للأسف بأن التوانسة كانوا أذكياء ولو قبل واحد السيد قال لي لا أنا ما جبتش رئاسة تونس. قلت يقال ويشعر كيش أنا مني تجبدات الأعلى سلطة في تونس يقال ويشعر كيش نقول شي حاجة ما عندها تابعنا هضرة الدولة أنا مش نقول الكلام دولة أنا مني قلت هذه القضية السي طالان هو أنه كاين حدا بين الطرفين لأن حدا كان تعامل مع أجهزة للأسف أجهزة سوكاري تيدخل معك واحد جدلته كاين بعض مرة التأثيرات وهذا معروف في العالم كاين حنا أمام احتمالين أمام احتمال توقيف الوداد وعقوبات وهذا على حسب إلى خداو بأن ذلك الشيء داره هو المنطق اللي هو ماشي سمعني بزيان أنت أقول سي طالات نقول إحنا نتدارس احتمالي والاحتمال الثاني هو اعتبار الفار هو جزء قائم في اللعبة وبأن نتيجة عدم الوجود دياله هو مؤثر وإعادة المقابلة في أرض محايدة ونفس أرض أنا ما عرفتش بالضبط شنو غيكون القرار الاحتمال الاول في رد فعل في رد فعل ديال الوداد والجامعه والاحتمال الثاني راه في رد فعل ديال الترجي والاتحاد التونسي اللي نعطاهم الكوب وسلموا لهم الميداليات وداروا معاهم المنصه يعني راه يعني راه كاين واحد كاين واحد اللبس في الموضوع السي طالان ما عرفتش فهمتيني اش كنقول فهمتك شوف كنا احنا كنأملوا بالقضيه ديالنا اللي كيكون كيأمن في شي قضيه ما كيبقاش يشوف الاحتمالات كلها كيشوف الاحتمال ديالو هو الاحتمال ديالنا احنا الاساسي والقضية ديالنا هو أننا احنا على صواب مليار ألف في المئة احنا نطالب الكاف بأن تعطينا حقنا بأننا ربحنا هذا الماتش 2-0 ولكن حتى شي احتمال آخر ولكل حادث حادث كاين الطاس كاين أمور أخرى مرة أخرى لأن كاين مخصوص ينزل الدولة يقال على الجامعة الملكية كي الناس كي الناس كي علقوا على الجامعة الملكية أن ما عودتش ما دارتش ما كذا أنا كنقول بأنني كواحد شاهد وكنت حاضر اليوم في الاجتماع أنه الجامعة الملكية المغربية مع الوداد قلبا وقالبا وعن طريق السقجة اللي واحد الكلمة طيبة وكانت مؤثرة لأتصاطع عنا جميعا أنه ما عاديش نوضعوا يدينا لا فريق الوداد كمسؤولين ولا الجامعة الملكية لكرة القدم وحنا أنا على يقين بأننا غنفوزوا إن شاء الله بالمباراة ما غنشوفوش النقطة الثانية أننا نعيدوا إعادة المباراة حنا أونجير ماتش هاد أن بوان بار بوان لو برومي بوان ديالنا اللي كنطالبوا به واللي طالبنا به عن طريق الرسالة اللي توجهت لا فيفا ولا كاف هو اننا نخرجوا فائزين بجوج صفر بما ان النتيجه كانت 1-1 في الرباط فاننا غادي نربحوا الكاس باذن الله تعالى وهذا نشوفوا ان شاء الله حنا بدورنا لن نقف مكسوفي الايدي وبالحق ماشي كيف ما داروا هما باشياء ما عندها تابعنا وبغاو بانهم يخلقوا غير العداوه الداخليه في المغرب للاسف واستعمل فيها اعلاميون حنا نكون اكثر رزانه بزاف الناس قالوا لي انتم ضريفين نقولوا لا حنا معقولين ماشي ضريفين كش نستعملوا غير تماما كش نقولوا اغبياء مهنيين احترافيين الوداد الوقت كيعلن الوداد على الندوة غطيناها اعلن الوداد الرياضي على الندوة ولم نعلن حنا على الندوة حنا ما جيناش انا قلنا لهم اوادع الجري وبوشماوه وهذاك وبوشماوي هادشي ما يمكنش نقولوه بهذه الطريقه ونتهموا الناس يعني الناس عندهم عائلات وهما جاوا واستباحوا احمد واستباحوا القجاع وقيل ما قيل الى غيره واستعملت اساليب ولكن اللي ما نساوش هو ما فكروش في وليداتهم كما حنا فكرنا لهم دابا كنفكروا لهم ملي غادي يجيو جمهورهم لان صفحات ديال الترجي دارت التهيج دارت ترويج اكاديم دارت ولم يكن لها ادنى حس من الانسانيه بانها شافت مغاربه جاوا عندهم تما خلاتهم بلا ترونسبور اشنو غيوقع لهم دوك الناس ها الكره سالات اليوم افترض النتيجه وكان الفار وكان مشكل وانتهى اللقاء بفوز نيت الترجي ايوا وهذوك المغاربه اللي ما دخلوش وقع لهم مشكل في الطريق اشنو وقع لهذا الامر هو اكثر من رياضي ويمكن دبلوماسي وانساني وسياسي او لله سي مصطفى تمام بالفعل احنا يعني الامور ما كناخذوهاش بالعاطفه او بالانتماء بقوه الانتماء احنا كناخذوا الامور بجديه وباحترافيه الامور ديالنا كنمشيو في اطارنا الاعلامي والصحفي بواحد المنطق اللي هو منطق احترافي ماشي كنمشيو بالعاطفه كيف خدموا هما وتهيج الجمهور ويعني وخلق اكاذيب اللي كتخلي على ان فريق الوداد ارتكب جمهور الوداد ارتكب احنا لا الوداد
عقدنا ندوه صحفيه عقدنا ندوه صحفيه، ها قال في الندوه الصحفيه، ها بامانه ننقل الخبر، ها قال في الندوه الصحفيه ونحاول لكن كنا نسندوا الوداد بطريقه مهنيه تماما. يعني عقدنا ندوه صحفيه ودافع عن حقوقه، والصحافة الوطنية تنقل الخبر بأمانة، ولو أن في مضمون هذا الخبر هناك دفاع عن الوداد، لأن هذا شيء يعني ما غنزردوش منه، لأننا ندافع عن فريق مغربي. وكيف قلتها ملي كنا في تونس وفي إحدى المواقع اللي جرت معي الاستجواب، كلنا وداديون في هذيك اللحظة. ما كاينش انتماء لهذا الفريق ولا لهذا الفريق. ندافع عن سمعة الكرة المغربية، ندافع عن فريق الوداد كممثل شرعي للكرة المغربية في نهائي أحسن نهائي على مستوى القارة الإفريقية، هو نهائي كأس عصبة الأبطال الإفريقية، ونحاول أن ندافع بطريقة احترافية ومعقولة، ماشي بطريقة يعني تهييج الجماهير كما قلت، وبطريقة يعني خلق البلبلة وخلق الفتنة بين الإخوة التونسيين والمغاربة. سي طلال شي إضافة؟ تفضل سي طلال. سي محمد، سي محمد ما كنسمعكش، هاي تفضل سي محمد. اعتذر لانني انا اللي فصلت الخط. تفضل سي محمد طلال، كنسمعك. بدون ان ارمي احد بالورود، كيشرفنا انني يكون عندنا اعلامي بحال سي امين بحال سي طلال، لان قول الحقيقه فوق ديالها. وسي مصطفى طلال باش يقول كلنا وداديين، راه خاصك لا شوف، اقسم بالله، لان ما حقيقه اول سفر اطار الوداد وكذا باش كيسافر معنا، وعاوتاني ماشي نفاقا وماشي شي حاجه، وشفت المهنيه ديال بصح وشفت كذا على غير كيف ما شفتي. انا راه عيطت له قبيله وطلبته، قلت له الله يخليك كذا، ومن بعد قلت له هالمغزى من غير الخبره ديالو السيد هذا والسي مصطفى اللي هو انسان عنده سميه كبيره داخل الحقل الرياضي في المغرب. قلت له ودي حضرتي من هنا 20 عام، وقال لي يا ودي راه شفت افظع، وهذا هذا سيء سيء. انا نقول اخر الكلام ديالي السي امين، ان نوجه الدعوه ديال الجماهير نهار الثلاث كاين مباراه مهمه امام اولاد في افريقيا، باش ان شاء الله لوبجيكتيف ديالنا هو نتوجوا باللقب باذن الله، نكونوا في الموعد. هذا ماشي كيخصهم دعوه، بما انهم جاوا للمطار اليوم بالالاف، سي سيو نشتغل. انا كنا مشغولين اليوم مع هذا الشيء اللي كيرافق هذه المباراه ديال الترجي، كنا نشتغل دابا على المسائل التنظيميه ديال هذه المباراه، غيكونوا بلاغات بخصوص التذاكر، اماكن البيع ديالها وكذا. وكنتمنى واللي كنبغي نطمئن الناس، هناك اداره تقف وقفة رجل واحد على هذه المسائل هذه، وبجوارها ومعها واحد الشريك اللي هو الجامعة الملكية والإعلام الرياضي النزيه اللي انتم تمثلون احد اعمدته. وشكرا، وشكرا جزيلا لجماعه البلاد. شكرا لك سي محمد طلال، كان معنا مباشره السي محمد طلال مسؤول عن التواصل. الاشاره كان بود يكون معنا سعيد، ما لقيتو مشغول انشغالات اخرى، وعندنا يوم الاثنين غنحاولوا ناخذوه بطريقه اكبر، لان هذا غادي يبقى موضوعنا ان شاء الله، وموضوع سعيد لان ما يمكنش نسمحوا بهذا الامر يدوز مرور الكرام. كخلاصه من حيث سي محمد طلال، قبل ما ناخذوا مكالمات ديال الاخوان اللي غيتصلوا بنا، تفضل سي طلال. كخلاصه، كانت الكرة المغربية في المحك، وكان كذلك الجامعة الملكية المغربية في المحك، وقيمة وسمعة الكرة المغربية في المحك. اليوم فريق مغربي تظلم، خصنا يكون عندنا رد فعل في المستوى باش يعني يرجع الحق لأصحابه. صحيح أننا اقتحمنا أو رجعت لنا يعني ديك الصورة الجيدة على المستوى الإفريقي من خلال دخول سي القجاع ودخول سي معاد حجي ودخول مجموعة من الأسماء المغربية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لكن ما أخاف منه هو أن هذه السيطرة التونسية المصرية، وأضيف إلى ذلك بعض الدول الأخرى، تستمر على مستوى الاتحاد الإفريقي. من يحرك هذه الأشياء هي هذه السيطرة والتحكم في دوائر الاتحاد الإفريقي. بوحدها كطيح ما يمكنش، لأن كاين هناك تحكم وكاين جهاز تحكم عن بعد. فاحنا خصنا، هذا هو الوقت باش ما نضيعوش الفرصه، وباش ندخلوا بقوه الواجهه الافريقيه على مستوى القرارات التي تتخذ، وكذلك بعض الاشياء التي تضر بسمعه الكره المغربيه، وكيكون الخاسر الاكبر فيها هي كره القدم المغربيه من خلال الانديه المغربيه. على ضوء هذا الندوه غنتبعوا التصريح ديال السي فوزي القجاع اللي استقاه لنا الزملاء اليوم، واللي كان كلقاء كخلاصه لقاء اعلامي اللي عقده فريق الوداد. غنتبعوا التصريح ديال السي فوزي القجاع، بقاو معنا. كنذكر نستقبلوا مكالمتكم في رقم 06 21 52 80. السادة ممثلي وسائل الإعلام،
على الضوء الاجتماع الذي عقده المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بحضور مختلف فعاليات نادي الوداد الرياضي البيضاوي والوقوف عند كل الملابسات والظروف التي أحاطت بمباراة النهائي التي جرت البارحة برادس، قرر المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رف بالتنسيق مع المكتب المسير لنادي الوداد أولا مراسلة الفيفا في نازلة الموضوع معززة بكل الاعتراضات والوثائق التي يتوفر عليها نادي الوداد الرياضي البيضاوي. ثانيا اللجوء إلى الطاس في للإحاطة ورفع قضية في الموضوع إنصافا لنادي الوداد الرياضي البيضاوي. التحضير للجنة التنفيذية لاجتماع اللجنة التنفيذية للكاف يوم 4 يونيو والتي ستخصص كل أشغالها في نقطة وحيدة وفريدة وهي المآل القانونية للمباراة الأمس التي جمعت كما قلت بين نادي الترجي ونادي الوداد الرياضي البيضاوي. ثم أخيرا عبر المكتب المديري والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن مساندتهم اللامشروطة لنادي الوداد الرياضي البيضاوي للذهاب إلى كل الحدود ووفق كل المقتضيات القانونية لاسترداد حقوق مشروعة رياضية اغتصبت أو أزيلت لنادي الوداد الرياضي البيضاوي بشهادة العالم وبشهادة كل المتتبعين للشأن الكروي والرياضي. وستكون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ابتداء من اليوم رهن إشارة نادي الوداد وبتنسيق معه في مقدمة كل المرافعات وكل القضايا التي ستثار سواء داخل دواليب الفيفا أو الكاف، وسيكون بطبيعة الحال رئيس الجامعة قد تم تفويضه صلاحيات لإجراء مجموعة من الاتصالات داخل هياكل الكاف لبطبيعة الحال كما قلت تحقيق هدف واحد وهو استرداد حقوق الوداد الرياضي البيضاوي وتجاوز كل هذه الظروف التي أكد الجميع ويعرف الجميع أنها صعبة ولن تمكن كرة القدم الأفريقية من بلوغ أشواط متقدمة في مستقبلها. ولتوضيح الأمور التي أحاطت بالمباراة وكل ما تم تلفيقه كالعادة من تهم ومن أقوال، فقرر المكتب وقرر الاجتماع أن يكون السيد رئيس الوداد حاضرا لإدلاء بكل المعطيات التي أدلى بها للاجتماع، ثم شهادة لاعبين كان حاضرين وقد ترسخ في ذهني الشهادة الأولى التي أدلى بها عميد فريق الوداد لاعب نصير لما قال بأنه إلا كان الحكام خبرنا في بداية المباراة وأنا ما تنفهمتوش، فكيفاش مشاو اللاعبين نتاع نادي الترجي اللي فهموه واللي العميد نتاعهم قاري بزاف قاري جميع اللغات ولكن ما قاريش الكرة والقواعد نتاعها، كيفاش مشاو كيحتجوا على الحكم باستعمال وضرورة اللجوء إلى الفار في العديد من المناسبات. أترك الكلمة إذن للسيد رئيس الوداد وبعد ذلك للاعبين لاعبي فريق الوداد الذين نحييهم بالمناسبة كما نحيي كل لاعبي الأندية المغربية الذين قدموا وجها مشرفا لكرة القدم المغربية، كما أنه قدموا وكانوا عند حسن ظن الجماهير الغفيرة التي تمكنت من مرافقتهم والتي عانت هي الأخرى وتعاني في ظروف صعبة، ولكن رغم كل هذا وذاك فتحية رياضية لهذه الجماهير التي توضح وتبين مرة أخرى
ومن مرة لأخرى على أنها جماهير عالمية رياضية بدون منازع وتشكل استثناء يجب الاعتزاز والافتخار به. توضح وتبين. دير كان هذا رئيس الجامعة الملكية المغربية كرة القدم، أنا ما تنظنش بأن رئيس الجامعة يخرج يدير بروباغاند، يعني يخرج يدير لراسو صورة زوينة قدام الجمهور، ما يمكنش يقول هذا الكلام وهو ما يكونش عارف راسو أن عنده الآليات باش يمشي أبعد نقطة ممكنة في هذا الموضوع. سي مصطفى، هو كاين اقتناع ديال رئيس الجامعة بأن الوداد تظلم في هذا النهائي ديال كأس عصبة الأبطال الإفريقية. الصور وكل المعطيات اللي جرتها المباراة توضح أن فريق الوداد تظلم. رئيس الجامعة هو كمسؤول عن أول جهاز كروي بالمغرب كان عنده رد فعل لحماية الوداد ولحماية الكرة الوطنية وللدفاع إلى أبعد الحدود عن مصالح الكرة المغربية، لأن الكرة الوطنية اغتصبت بالأمس. ورئيس الجامعة مشكور سيد فوزي القجاع يحاول مساندة الوداد، وهذا أمر يعني مشكور عليه سيد فوزي القجاع، مساندة الوداد، لأن الوداد صاحب الحق في هذه العملية. غادي نبقاو بديلو صاحب الحق. نذكر غادي ناخذ اتصال ديالكم، يمكن قبل سي طارق الساقي يدخل معنا لأن عنده معطيات تقنية على الفار باش نتفهم، لأن هذا الجهاز اللي هو جديد على الكرة العالمية في نهاية الكاف ما تلعبش بها، في نهاية الكاف لم يستعمل لأن ما تلعبش في الدار البيضاء، وبالتالي لأن في الكونغو ما عندهمش الإمكانيات باش يديروه في الكونغو. ثم في قطر في قطر ما ولو استدعى الفار ما كانش كيمشي تيسيما، وهذا هو اللي عندي غريب شويه، ان الحكام الافارقه يمكن عندهم مشكله مع هذه الاليه، فلم يستعمل في مباريات لا المجموعات، عكس مثلا تشامبيونز ليغ كتستعمل في مباريات، يعني في تشامبيونز ليغ يستعمل الفار في المباريات. بغينا نعرفوا ونقربوا للجمهور لان الناس بقى عندهم خلط مع الفار كيفاش كيتستعمل. طريق تنتصلوا بك سي طارق، ما 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 ما, ما كيشدش طارق الساقي، هذه هي تقنيه 100% غتخلق جدل كبير داخل القاره الافريقيه. سي مصطفى، غير واش كاين الفار ولا ما كاينش؟ الاتحاد الافريقي الكاف اصدر يعني بلاغات قبل اجراء نهائي كاس العصبه وكذلك كاس الكاف على ان الفار سيكون حاضر. نعم، هذا معطى اللي هو بعد ذلك نفاجأ ان الفار كان في الذهاب وما كانش في الاياب. فينا هي مسؤوليه الاتحاد الافريقي، فينا هو يعني ذاك التنافس الشريف. على الاقل كان الاتحاد الافريقي يدير بلاغ قبل المقابله، راه الفار ما كاينش وما قبل ما يقبلش. هذا هو السليم، هذا هو السليم. يكون بلاغ مسؤول من الاتحاد الافريقي واش الوداد تقبل ولا ما تقبلش، ويحطوهم امام الامر الواقع. ماشي نجي نخلق مسرحيه تيسيما كيديرها وكيدوي مع الحكام المكلفين بالفار وما كاين والو. اعطيني الصوره اللي كتاكد، الا عندك صوره راه كاين ما يثبت على ان الفار موجود. الجواب سي خالد نومار، انا الجواب عند سي سعيد الناصري، انا بالنسبه لسي سعيد الناصري يقول لك انا ما نسحبش. شنو نقول له؟ انت انسحبتي؟ هو رئيس الفريق قال لك انا شنو نقول؟ لا لا انت انا شنو نهار ثلاث شنو غتعطيني جد الطوارئ داخل الاتحاد الافريقي. معنا على المباشره على الخطط الاعلامي والمخرج داخل القناه الرياضيه والزميل سي طارق الساقي. اهلا سي طارق. اهلا سي امين، اهلا بالمستمع الكرام. سي طارق كنشكرك انك معنا. يمكن هذه تقنيه الفار التي مازال غتخلق جدل داخل القاره الافريقيه، بغينا نعرفوا التقنيه كيفاش كتستعمل، لان باقي البارح خدام ما خدامش ماتيريال فيش، يعني بزاف الهضره تقالت على التقنيه هذه، وفي الاخر لقينا بوكس خاوي كان فقط ديكور داخل الملعب. سي امين، غادي نحاولوا نبسطوا شويه، نحاولوا نتفاداوا الكلمات التقنيه باش لان في نهايه المطاف هذا الفار ماشي شي تكنولوجيا معقده كيف كيحاولوا يصوروا ليها. تقنيه بسيطه جدا، غنحاولوا نبسطوا باش الناس يحاولوا يفهموا، ما تبقاش كلمه الفار كتخلع. في العالم كاين واحد المصنع عالمي، ما عادي نقول سميتو، اللي هو سوني. سوني عندها شركات متعدده الفروع، احدى الشركات ديالها كاينه هوك اي. هاد هوك اي شركه متخصصه تقنيات الفيديو في العالم وفي مجموعه من الرياضات. التنس العاب القوى، التنس كنشوفوا ديال التقنيات عين الصقر، فهاد شركه سوني هوك اي اللي مكلفه بها، كتعطيك الكره واش تجاوزات الخطوط ديال الملعب التنس ولا لا. الفار يعني في كره القدم تقنيه ما قديماش بزاف، جديده. هاد الشركه هي اللي محتكره في العالم كامل، عندها فروع. عندها فرع اللي في الرياض، هاد الفرع اللي في الرياض في المملكه العربيه السعوديه مكلف
الشرق الاوسط وشمال افريقيا. نعم. يعني جميع المباريات اللي كتجرى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا هذه الشركه ديال هوك اي هي المكلفه. هي المكلفه دا. في المغرب، في المغرب العربي كاين واحد جوج تقنيين اللي هما مشهور لهم بالكفاءه بكل صراحه، واحد جنسيه ديالو عراقي والاخر فلسطيني. هادو تقنيين هما اللي خدموا بهذه التقنيه لا في الماتش ديال بركان ولا في الماتش ديال الوداد والترجي في الرباط. يعني هاد التقنيين هما اللي كيديروا المانيبيولاسيون، كيحكموا في هاد الالات وكيشغلوها وكيبرونشيوها، ولكن القرار كيبقى للحكم بطبيعه الحال. يعني الحكم ما كيحطش يدي في هاد لي ماشين، غير مجرد كيطلب لهم الاعاده ولا الزوم، وهما كيعطيو الماده وهو كياخذ القرار. غير باش نشرحوا الفار، بزاف الناس عندهم واحد الغلط، كيسحبوا الفار الكاميرات ديالو منفصلين على الكاميرات ديال نقل الحفاظ. لا، هذا خطا. الفار كيعتمد على الكاميرات ديال التلفازه اللي كتصور التلفازه. يعني ملي كان الماتش، ملي كان الماتش هنايا في الرباط، فالتقنيه ديال الشركه الوطنيه لدعوه التلفازه هما اللي كانوا كيصوروا، هما اللي كانوا كيبدوه بالصور، يعني باش نبسطوا. مثلا في مباراه الوداد والترجي كانوا تمنيه الكاميرات زائد الدرون. يعني هاد تمنيه الكاميرات كيخرجوا الصوره، كتمشي للمخرج في حافله النقل باش يعزل الكاميرا اللي غنشوفوا حنا كمشاهدين، ونفس الصور، كيمشيو لغرفه الفار. نفس الصور في غرفه الفار عندهم ثلاثه شاشات كبيره. هذوك الصور ديال الكاميرات كيتوضعوا في شاشه كبيره وكيتقسموا، بحيث ان دوك التقنيين بحال المخرج هما كيشوفوا نفس الصور. يعني دوك 100 الكاميرات كيشوفوهم. نعم. غير هما الاضافه اللي عندهم، كل كاميرا كتسجل في واحد الاله اللي سميتها الال اس ام. هاد الال اس ام هي اله كتسجل الصور، وكيقدر الحكم كيطلب من التقني يا العراقي يا الفلسطيني كيقول ليه ملي كتكون ليتيش، كيقول له عطيني هذوك الكاميرا 8 شوفها بالعرض البطيء. نعم. كيعطيه يشوف الكاميرا، وكاينه واحد ستيلو سبيسيال، واحد اون باليت غرافيك اللي كتقدر كتزومي، تقنيه عاليه كتزومي وكدير خط تسلل. يعني تقنيه بسيطه جدا، وحتى في البوا ديالها ما ثقيلش. يعني ما قيل بان الماتيريال ما وصلش، تهويل ما عنده حتى معنى. شوف صدقني امين، انا نعطيك مثال. دابا دوك التقنيه اللي كنت مشهود بهم بكفاءه، مي ما كانش كيجيو مع الماتيريال في الطياره. واش انت ملي كتجيب السي حميد امين واحد البناي ولا بلومبي للدار، واش كيجيب كيقول لك انا نسيت الملاسه؟ نعم. ولا نسيت الشريطه ديال الصباغه؟ راه ما كانش. يعني هذوك ما يمكنش ديبلاصا وما كاينش ماتيريال. ما كاينش، كيركبوا نفس الطياره السي حميد. وباش نقول لك انا هذا الماتيريال كله ديال الفار كيدار في تروا فاليز، خوا كيس كيدار فيهم. يعني ما يمكنش تقول لي صيفط جوج واخا نقولوا سيدي نسيتي واحد الحقيبه. هاد التقنيين السي امين، هاد جوج تقنيين اللي قلت لك مشهود لهم الكفاءة، كيجيو على الاقل 3 ايام 4 ايام قبل من الماتش. واش انا ملي غيوصلني ما يمكنش انا غنوصل قبل من الماتيريال؟ وتا لو وصلني الماتيريال وانا باش نخدم، انا جاي اصلا جاي قبل داك الماتيريال. الماتيريال في يدي، حتى لو لقيت الماتيريال ناقص، انا كتقنيا هذا كنستعمل القبعه ديال المخرج، رغم انني ما كنديرش، انا مخرج مكون ما كنديرش اخراج الماتشات، كندير اخراج ديال البرامج، ولكن ضابطه التقنيه مزيان. انا كتقني ملي غنلقى واحد الاله ناقصاني، هاد الالات السي حميد امين، باش نقول لك راه تبارك الله تونس راه فيها مجموعه من المحلات كبيره كتبيع هاد الماتيريال. ممكن نطلب من التلفزه التونسيه عندهم هاد الال اس ام، الشاشات كيتباعوا. يعني هو ماشي شي اله اللي ما كايناش. لا ما شوف، الال اس ام كاينه في التلفزه المحليه تبارك الله تونس، راه فيها عديد من القنوات اللي عندهم هاد التقنيه. وحتى لك اكتشفت في 24 ساعه ان هذا الماتيريال ما عنديش غير ريكلام الكاف. الكاف الامكانيه الضخمه ديالها ممكن تحضر لك اي اله كما كانت في 10 تصوير، ما بعدش على اوروبا. يعني هذا الماتيريال اكسيسيبل. وغير باش نضيفك الحاجه اللي مثيره للشك، هو ان الناس ديال التلفازه كيبرونشيو الماتيريال ديالهم 24 ساعه قبل من الماتش. كيديروا ليه تيست، وضروري في التيست يكونوا الناس ديال الفار. واش الناس ديال الفار ما داروش التيست ديالهم 24 ساعه قبل؟ حقاش لا داروا التيست؟ غيعرفوا ان كاين ناقص ماتيريال، يعرفوا كاين دي ديفايونس، الور يلفون ريكلامي. الناس علاش ما ريكلاموش؟ لحقاش 24 ساعه كان ممكن تبارك الامر. نعم. لحقاش كنقول لك انا ماتيريال اللي كيتباع في المحلات، ماشي شي ماتيريال اللي محساكره شركه في اليابان ولا كيتباع في المارشي، تفري ماشي في اي محل، ولكن كاينين دي سوليسيون. يعني كنهضر لك على دي مارشي اللي فيهم 2 3 كيلو. ماشي شي حاجه تي روبو ولا دي ساتيليت، نو،
دي ماشي تري سامبل. دونك اللي نفهموا من كلامك بان هادشي ما ما تم تكبيروه راه ماشي بهذه الطريقه اللي صوروا، بان مساله بسيطه وبان حتى الا ما كانوا شي بياسات خاصين تقدر تلقاهم في اي تلفازه محليه اللي كاينه داخل الدوله ديالك. هما الفار ما خصوش يكون نيه مبيته. حميد امين كنتكلموا على سوني عملاق ديال التكنولوجيا اللي كيدير رولان كاروس وكيدير ويمبلدون وكيدير الام بي اي، راه جميع التقنيات ديال الفيديو تشرف على هذه الشركه اللي كانت البارح. وتخيل معايا وهما اللي داروا اليوم تشامبيونز ليغ في اوروبا، الفرع ديالهم ديال اوروبا، الفرع ديال اوروبا لانه فروع. تقول لي انا غادي ندير ويمبلدون ورولان كاروس والزهر اللي عندنا حنا غنجيو حتى الماتش ديال الوداد والترجي، وغتقول لي لا راه ناقصه البياسه. واش انا عند اش كنشنو ما فهمتش عرفتي، راه قمه العبث، راه هذا عذر اقبح من زله. دابا المشكله اللي كاينه وحنا كنعيشوا هادشي، انا الزملاء انا اليوم كامل وانا كنتكلم مع الزملاء ديال المخرجين اللي كانوا حاضرين في الماتش ديال الوداد والترجي والماتش ديال البركان وماتش، فقال لك ان هاد الفار كيبقى بدون قيمه لما كانش التعاون ديال البلد المحتضن. علاش؟ لان كيقسموا وفروا لك الغرفه لواحد الالكتريسيتي، واحد البويسونس معينه حتى الكابليات باش دوزهم راه مئات الامتار ديال الكابليات، يقدر اي واحد في اي لحظه من اللحظات يقطع كابلي ما توصلك والو، واخا انا اللي انستالي، لحقاش انا كنستالي الفار بعيد على الملعب على الاقل واحد 300 متر. نعم يعني مئات الامتار ديال الكابليات بارتو راه ممكن اي واحد يهبط بهم. يعني تقنيين هما اكفاء كنعرفوهم حنا محايدين، ولكن راه ما كانش التعاون ديال البلد اللي فيه هذيك التقنيه ما كاين والو، حنا كنعرفوا تبارك الله تبارك الله. دونك نفهموا كلامك ان التقنيات بسيطه، هذوك اللي تكنيسيان ما كيديبلاصوش بلاش، بان هذيك المسائل موجوده داخل اي تلفزه محليه، وبان التعاون ديال البلد مهم في هذه النقطه. كاينه نيه مبيته ان البار ما يكونش. شوف تقبيله كانت سوء النيه راه غادي تحصل على شي نتيجه. نعم طارق الساقي شكرا لك انك قربتينا من المعطى التقني، لان حنا كنعرفوها من خلال داك الشيء اللي كيتكتب ولكن ما تنعرفوهاش تقنيا كيفاش كتخدم هذه المساله هذه. شكرا طارق، شكرا سي طارق. مزيان مزيان هذا التوضيحات، لان هما جابوا واحد قال الماتيريال كبروا لنا داكشي ديال الماتيريال، ولكن واحد كينتمي للتقني او اختصاص عطانا وعنده معطيات عرفت شكون كيجيب هاد المادات، عطانا يعني معلومات مدققه حول هاد المساله ديال التقنيات البار، يعني خلات الجمهور يتقرب كثير من هذه المساله هذه، وانها راه ماشي مساله اللي ضخمه كيف قالوها هما، او ما غادا تجي من الامارات ولا من السعوديه لما وصلتش راه ما غيدارش، فكاين يعني طرق اخرى باش هذا الفار يكون حاضر هنا. علامه استفهام نعم، واش نيه مبيته وهادشي اللي كيبان لي انا باش ما يكونش الفار حاضر، لان ربما هناك اشياء يعني خدمات لا ليه هو الوداد اتونسيون، لان هما يمكن كانوا كيتسناو شي بينالتي ماشي هو هذاك، ولا يمكن الله اعلم. ملي كنولي انا كنحيد الفار كنعرف انه غيخدم مصالحي، غيخدم مصالحي انا شنو حيت الفار الا تحرش في المقابله خصني ناخذ بينالتي وما كاينش الفار، مفهومه هذه النقطه. نحيد الفار كيخدم مصلحتي انا والدليل هو ان الهدف تسجل وما رجعناش لتقنيه الفار. لو رجع الحكم لتقنيه الفار كان غادي يقرب مشروعيه الهدف وغادا تعادل النتيجه، وكان بامكان الوداد، لان انا اقولها يعني صراحه ان الوداد لو استمر في المباراه كان غيخرج منتصر، لان الترجي وقفات في واحد اللحظه من اللحظات لا سالات في المقابله الدقيقه 56 57 سالوا بقاو غير الوداد. ناخذوا مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا اسم المدينه. تحيه لكم. انس من كازا. اهلا سي انس. الله يبارك فيك. تحيه لك وتحيه للسي مصطفى طلال. شكرا. انا كنت سامع الحلقه ديالك من اليوم وهذا السي مصطفى طلال قال احسن جمله هي هذه دابا اللي قال في الاخر. واذا تكون كملت الماتش كانت غادي تربح بسهوله، بحيث الترجي ما كانوش غادي يكمل. فاش نعطت له حاجه خصنا نكونوا واقعيين، ما نبقاوش نكذبوا على راسنا. الوداد ما دارش والو في النقطه الاولى، حتى النقطه الثانيه عدات لعب. داروا ثلاثة المحاولات في 10 دقائق، الأولى تكلات، الثانية تكلات، الثالثة بيت. نعم. خصنا نكونوا واقعيين، في 10 دقائق درت ثلاثة المحاولات الثانية بحال الجزائر تيكملوا غاتماركي بسهولة. خصنا نكونوا واقعيين كذلك بأن ما يمكنش نلعب أنا الفار بلالي وفي الروتور ما كاينش، ما يمكنش. واخا لا لا لا. حيدوا لي بيت أنا بالفار. أستاذ أنت محمد أمين، شكون اللي قال لك بأن هذاك الفار هو اللي غادي يفيدك؟ لا لا لا. قال لك شنو هي الضمانة؟ لا ما يقول لي والو حتى شي واحد. لا أنا غير حقي، غير حقي. أنا عطيني حقي كل الفار حاضر. عفهمني، أنا كنلاعب نفس الفرقة
اللي كنت حسب ليا البيت لالي كون هذه غادي بمعنويات افهمني اسمعني اسمعني مزيان اسمعني 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 حنا ولاد ليهم واش الهدف كتفكر في لالي غتعذب راسك لا ودابا لا لا انت ما انت ما تعذبش راسك اسمعني اش كنقول لك اسمعني انت ما تعذبش راسك دابا انا هذا الفينال فالي روتور فلالي تم استعمال تقنيه الفار في حالتين رفضتي لي ضربه جزاء وحسبتي ورفضتي لي هدف ضربه جزاء ما هضرش عليها لان قدرت تماركا تقدر ما تماركاش مزيان وكاين اللي غيقول كاينه كاين اللي غيقول ما كايناش الهدف اجمع الكل بانه هدف اسيدي رفضتيه دونك انت مارستي واحد السلطه معينه باستعمال تقنيه الفار في لقاء العوده خصها تكون نفس السلطه او لا لا جاوبني على السؤال الله يخليك لا جاوبني على السؤال par principe de réciprocité خصو يكون بحال بحال الله يخليك صحيح اذا اذا باش انا نطالب بحقي وكلا سيدي عاملني كما عاملتيهم واش هذا خطا انا ما تدويش انا راه قرار صائب نوقف او ما نوقفش ولكن واش هذا خطا أمين. تفضل سي محمد امين كون كان الفار كون راك خسرتي ميطا الاولى ب 2-0 وخرجتي ما طلعش ميطا الثانيه لا ما كاين مشكل غيكون غيكون سي انس سي انس ما كاين مشكل ما كاين مشكل انه كاين يكون خصو يكون غيكون شي نقطه اللي كتقول 18-0 المهم يكون هذا هذا علاش قلت لك السؤال قلت لك واش هذا الفار هو اللي غادي يخسر لنا الماتش واش هذا الفار كاين ولا ما كاينش واش دابا دابا ما تفهمش حيت حنا كلنا حنا لعبنا بالفار سي انس الله يعطيني الفكره الله يخليك تفضل الفكره هذه الفكره ديالي الفكره ديالي وهو الوداد اول حاجه كنا كنكملوا الماتش كانوا غادي يربحوا حيت فاش شدوا الماتش فاش شدوا الماتش اللي في الدوزيام ميتون كانوا اكتسحوا الاخضر واليابس ولعبوا مزيان عندي واحد النقطه عندي واحد السؤال علاش تلقجع ما مشاش علاش تلقجع ما مشاش لتونس خلى الوداد في ديك الحاله وخلى الناصري وخلى دوك وحدهم علاش ما مشاش حتى واحد يمكن اليوم في الندوه الصحفيه ما سولوش على هذا السؤال مهم جدا تعرفوا علاش ما مشاش شي اللي قال لك يدافع على كره القدم الوطنيه هذه عام واللي قال لك يدافع على الانديه واللي قال لك كذا هذا هو اول سؤال كان خصو يتطرح حتى واحد ما سولو اليوم عندي واحد السؤال اخر هذاك الشيء الاربيت مع كان كيهضر في التليفون واش كان كيهضر مع الحكم الرابع اللي كان تيتفرج في التليفون ولا واش كان في الغرفه ديال الفار ما عرفناش معهم كان كيهضر ما كاينش غرفه الفار ما موجوداش ما كان كيهضر ما موجوداش اصلا غرفه هو هو ياك كيهضر مع الحكم الرابع حسيتها ياك كيدير مسرحيه مسرحيه لانه بحال قال لهم راه كيهضر دونك ما كاينش البيت وبين لي بصوره بين الصوره نصو هي اللي كتبت بان الباركين انا كنظن بان الحكم داك الشيء كزوين اللي كان في الرابع وقيلا تفرج في التليفون وكان كيقول ليه كان كيرومونتي ليه بار بلوتوث كان كيقول ليه شنو واقع في التليفون جو بونس لا التليفون لا يعوض لا يعوض حنا شوف لو بغى التليفون حنا كانوا معنا صحفيين كثار البارح اللي كانت عندهم اللقطه كتبين مشروعيه الهدف لا عندنا صحفيين على الاتحاد الافريقي كتضم ما وصلاتوش اللقطه في التليفون ديالو راه وصلاته ولكن ما عنده حق ما بيت ولكن ما عندوش اسي انس انا شوف انا معك شوف انا سيدي ماشي معك ابعد ما يكونش بيت ما فهميش كنقول لك دابا ما يكونش هدف فهميش كنقول لك انا ما تنقولش راه ما عندكش حق اتونسيون انا وسي مصطفى راه متفقين معك في واحد النسبه بان الوداد كان بامكانه تكمل المقابله ولكن الوداد باش حسوا بان الامور ماشي هي هذيك حتى موران صعيب حيت داك الشيء غيبقى غادي بواحد التراتبيه ماشي هي هذيك ودابا انت لاعب في المقابله مع داك الشيء لا اللي لعب له في لقاء الذهب بان تحيد له تفعل له ترك له وتم تاكيد توقيف جهاد جريشه قبل المقابله من طرف الاتحاد الدولي فاوتوماتيكمون تتوقع انا تنعاود نقول لك ما قلته فيه بزاف ديال المعقول وفيه بزاف ديال ولكن ما فعله فريق الوداد الرياضي فيه بزاف ديال الواقع لانه ما يمكنش حيدتي لي واحد القضيه في لقاء الذهب وجبرني باش نكمل الله يخليك صحتك شكرا شكرا سي انس تسمح لي قطعت لنا ليك شكرا كنسحب ناخذ مكالمه الا سمحتي نقص لك خولي حداك الو السلام عليكم السلام عليكم سي امين مرحبا الاسم والمدينه معك انس من مصر انس سي انس جوج ديال انس دابا عندهم الحظ تفضل سي انس تحيه ليك وتحيه لسي طلال شكرا بغينا نهضروا على سكوندال ديال البارح لا سكوندال لو قال التيرم الخفيف بلوتو كان شي تيرم واحد اخر نستعملو حيت جامي دلا بي شت داكشي في حياتي ديال الكره اللي كيهضر على البيلاتي ديال تشارجي تو دابور يهضر على البيلاتي ديال حسوني اللي ضربها وديفيات في الدين ديال الديفونسور الكره اللي تسقلها تقوش نغلطو الناس راه سمح لي بهذا لو تيرم تساقينا الي روتور سي با باسيل هذا تيرم عادي تساقينا في الفرنسيه راه كيتقالو هذا تفضل سي با فاسيل تمشي الي روتور لان جينا نشوفو راه 3-1
فان بارتو يعني ديش اللقب يعني مابقاوش نضحكوا على الناس. انا شوي توتا في داكور مع طلال لا دوموند برينسيبال ديال الوداد هي اللقب سلون هذا لا لوا. كنسمع دابا في لي ريزو سوسيو بزاف ديال الهضره كون كوا لا سوليسيون انترناتيف تكون هي يتعاود الماتش هذا لي موان دي شوز. يعني الوداد مشى لها الفينال في الالي بلوتو انا تيبان لي مشى لها في الالي لانه الالي كان بيغ على البارح سي عام البارح كان تحصيل حاصل بحال النقطه اللي فاضت الكاس ما يمكنش انت لاعب مورالمون اش تقول غالماركي وما غيتحسبش ليا البيت راه سي با فاسيل. راه البارح بين ان المغرب بحال تقول لو تيرم ديالو انه غير فقاهه الهضره يعني بان البوفوار الحقيقي البارح يعني البوفوار ماشي هو الغش. لا لا النسخ فما خطا لا سامحني البوفوار ماشي هو الغش. لا 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 الغش ما عنده علاقه اسمع الله يخليك الغش عنده علاقه بالضمير. يعني انسان ما كيكون عنده ضمير كيقدر يتبع ويتشرى لحد الساعه تحت ما تبع تحت ما تشرى مش من نعطيوش لا لا قلت ما قلتش الغش لا 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 دابا حنا عندنا دابا كنعطيو واحد الصوره للناس بان اللي تيغش راه هو اللي عنده البوفوار وهذا خطا. هذا خطا الغش ما عنده علاقه بالبوفوار لان راه كاين الناس بزاف عندهم بوفوار. راه دابا لي زونغلي عندهم بوفوار ايمونس وتيلعبوا معك الكره ربحتيهم ما ربحتيهمش راه هذا وتهنيتاش. تفضل اخي. لان ليطاب سويفونت انا بو موا نيشان تمشي لا فيفا الباس لان كان سانسان غير يكونغيفيو الفضيحه ديال البارح كاع لو موند اونتي البارح هضر على هذا الشيء سي امبوسيبل. بعدا اصلا بعد الفار كان خدام سلون لي فوتو اللي داروا من اي باج تونيزيان عندي ديك لاباج راك شتيها. الا انا نقول لك فوتوشوب ما يمكنش باج اوفيسيال ديال صحيفه تونسيه غادير هذيك لا فوتو دونك نكونوا لوجيك شويه. بون مو انا الولاد دات لقب شكرا سلون لي ديتاي كامل شكرا ميرسي بوكو. مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا الاسم والمدينه. مرحبا اسم المدينه. معك يونس من فرنسا. اهلا سي يونس مرحبا بك تفضل اخي. فيك سي امين شكرا لك وكل مرحبا بسي طلال. مرحبا نجي بخير. عندي غير واحد الملاحظه سريعه. مرحبا. انا هو كنظن بان الظرفيه هذه يعني بارابو يعني بلا ما نهضروا على لي بيريبيسي اللي طراو في الماتش وهذا كنظن بان الظرفيه ما كتشتاش انه بعض الناس اللي كيبقاو خرجوا في جميع وسائل الاعلام وفي لي ريزو سوسيو واللي هما يعني صراحه خصني نسميو الاشياء بمسمياتها اللي محسوبين على الجماهير ديال الفريق الغريب انه يبقى يخرجوا في هذا الوقت ويعطيونا الدروس ويعطيونا الحقه ما كانش خاصين ينسحبوا ولا كان خاص ينسحبوا ولا كنكملوا او لا كنظن بان خلي ما يقولوا لا تبتي حط راسك في البلايص بجوج تيق بيا الى حطيتي راسك بلايص بجوج غتلقى نفس الموقف وبالتالي انت دابا كتدافع. اسمع اسمع اسمعني اسمعني اخي يونس اخي يونس اخي يونس اخي يونس راه ماشي كاع الناس بحال بحال اخي يونس اخي يونس ماشي كاع الناس بحال بحال. انت دابا كتشوف بانك المغاربه دابا كاملين كيشوفوا راه السيد فوزي القجع راه وزير الشباب والرياضه اش كيمثل كيمثل الدوله. وزير الشباب والرياضه راه ما تينطقش بوحدو راه ينطق باسم الدوله. دونك الدوله كتشوف بان قضيه الوداد عادله كدافع على تخليك هنا بما ان وزير الشباب والرياضه شاف بانه ظلم وانه كذا يعني راه صوت الدوله يقول كذا هنا وزير الشباب يمثل الحكومه وزير الشباب ورئيس الجامعه يمثل الجهاز الوصي على كره القدم. هاد الناس كاع تبناو لا قضيه الوداد غيهضروا هذا غيهضروا هاد الناس ناس عاطفيين. شوف هذا ما بغيتش الله يخليك غتصغر لي سيونس سيونس الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير ما نطيحوش المستوى ديال النقاش. شوف العاطفه انا شوف انا ماشي لك النوع المعقد انا عارف بلي الوداد ما بغيتش الرجاء تربح والرجاء ما يبغيش الوداد ما بغيتش ندخل نناقش في هذا الشيء. هذا الشيء في العاطفه بين انا خلينا نناقش في جوهر الموضوع. اعطيني فكره ديك في جوهر الموضوع. تفضل اخي. لا هو غير حاجه اخرى يعني كنظن انه حان الوقت باش نبقاو نتمو الاشياء بمسمياتها وما نبقاوش ديما تنهضروا على بعض المحسوبين بعض الاخوه بعض الاشقاء. كنظن بانه فاش كينبط رئيس الوزراء
عند الحكم وتيقول لي راه ما عطيتيناش الكاس. ما عرفتش ما عندناش هذو المعطى. لا لا هذه تقالت سيونز سيونز هذه قيل انه وقع ولكن راه ما يمكنش نعطيو مسؤول حكومي نحملوا هذا المعطى. شكرا سي انس ديروا واحد الخلاصه مع سي مصطفى طلال. يمكن كخلاصه سمعنا شفنا استقينا اراء شفنا بان كاين موقف ديال الدوله الشخص وجه الشعب الرياضه كاين موقف الجامعه اللي هي اللي هي الام ديال الجمعيات كامل المنضويه تحت اللواء ديالها. كاين تعاطف كبير مع جميع الفرق المغربيه كاين متابعه اعلاميه كاين عالم دولي وراي عام دولي تما شافوا قال اللهم هذا المنكر كاين حقائق. اشنو كتوقع من خلال التجربه واش نتسناو دائما الكارثه مع الاتحاد الافريقي اللي كنتوقعوها في جميع الحالات لان حتى المغرب في قضيه ديال الدوله فاش قلنا ودرنا يمكن نضموا هذا الكاس تاجل لافريقيا لان كاينه قضيه مرض اللي تفشى في العالم بعد ربحناهم في الطاس واش كتوقع نفس المسار؟ حان الوقت سي محمد امين باش نتحداو هذه المعطيات اللي ربما كتقول على اننا نخضع لقرارات الاتحاد الافريقي. اليوم عندنا معطيات الامور تطورت ما بقاتش افريقيا ديال 50 عام هذه ولا 40 عام. الان كاين تكنولوجيا كاين امور اللي تخدم كره القدم الوطنيه وتمشي جيس كوبو حتى النهايه. عندنا فريق مغربي تظلم ظلمت كره القدم الوطنيه. عندنا جميع الجهات وجميع المكونات ديال كره القدم الوطنيه والرياضه الوطنيه بجانب هذا الفريق اللي تظلم اللي هو فريق الوداد الرياضي البيضاوي. فمن جامعه من وزاره من وسائل الاعلام من فرق وطنيه الكل ندد بالظلم التحكيمي والظلم الذي تعرض له فريق الوداد والكل مع فريق الوداد في هذا التحدي. خصنا نمشيو جيسكوبو وردوا الحق لفريق الوداد بالفوز بالكاس او على الاقل اعاده المباراه. وهذا ما نتمناه. حنا كنشكرك كثير على سعه الصدر ديالك على الوقت اللي عطيتينا. الله يبارك فيك. عواش مبروكه. الله يبارك فيك. تحيه لكل العائله الجمعاء. الله يبارك فيك. شكرا سي مصطفى. شكرا لكم. كنعاود نبارك لهم هذه العواشر بهذه الليله الكبيره عن جميع المسلمين في انحاء العالم والمغاربه فيما كانوا. ان شاء الله غنبقاو متابعين هذا الموضوع غيكون نهار الاثنين عوده ليه ان شاء الله. كنشكركم كثير تبعتونا اليوم. سي خالد فرحان كان معنا ورا الكاميرا تحياتي لكم ليله سعيده الى اللقاء.